مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. اهلي الليله زي ما اتكلمنا مع حضراتكم امبارح في كل التساؤلات اللي بتسالوا دايما عليها عن تمرين النادي الاهلي وعن معسكر النادي الاهلي، ان شاء الله نطمنكم كمان بعد قليل عن معسكر النادي الاهلي، واتكلمنا كمان عن اللي حصل في اتحاد الكوره والخروج زي ما حضراتكم وصفتوه بالخروج المهين او الخروج ايا كان بقى الوصف اللي حضراتكم وصفتوه للخروج، لكن قلت لحضراتكم ان هي ما كانتش مفاجاه بالنسبه للناس الراضيين واللي عارفين ان احنا كده كده كنا هنخرج او هنقع. لكن في العموم كل التوفيق وكل التمنيات، دايما بنقول كل التوفيق وكل التمنيات فيما هو قادم، ونتمنى ان شاء الله ان يكون في اتحاد قوي بيمثل بلد كبيره باسم مصر، وان شاء الله كمان يمثل المنتخب المصري مدير فني. يعني ان شاء الله بننتظر دايما وبنقبل في ربنا، وهنفضل كده عندنا امل ان شاء الله ان احنا يعني تصلح حالنا باذن الله. عايز اقول لكم قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه، عايز اقول لكم ان الفيفا بيعلن عقوبات جديده ضد العنصريه والتميز. سمعتوا في المباريات الاخيره عن العنصريه، وحد بيشوف حد شكله مش عارف ايه فبينتقده، مش عارف ميوله ايه فبينتقده، ديانته ايه فبينتقده، ففيفا يعني بيطلع عقوبات جديده ضد العنصريه والتميز على حد قولهم. اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اليوم الخميس تجديد عقوباته ضد السلوك العنصري او التميزي، وتنص العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ، هتدخل حيز التنفيذ ان شاء الله يوم 15 يوليو الجاري، على فرض حظر جزئي على جماهير الانديه التي تمارس انتهاكات عنصريه، بالاضافه لفرض غرامات ماليه لا تقل عن 20,000 فرنك سويسري كعقوبه اولى. ومن المقرر ان تتم مضاعفه العقوبه لتصل الى خصم النقاط أو الاستبعاد من المسابقات حال تكرار السلوك العنصري أو التميزي لجماهير الأندية. أعلن فيفا تطبيق عقوبة منع دخول 10 مباريات على الأقل على أي شخص يسيء لكرامة أو سلامة أي بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص من خلال كلمات أو أعمال تميزية أو مهينة بأي طريقة كانت بسبب العرق أو لون البشرة أو الأصل العرقي أو القومي أو الاجتماعي أو الجنس أو الإعاقة أو الميل الجنسي. طبعا حضراتكم عارفين كل الكلام ده من غير تفصيل، أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع أو سبب آخر. دي التفاصيل بتاعة العقوبات اللي إن شاء الله هيفرضها الاتحاد الدولي الفيفا إن شاء الله هتنفذ من يوم 15 يوليو، ودي أسبابها. ولدى حكام المباريات خطة من 3 مراحل في حال وقوع أي انتهاك عنصري، حيث من الممكن أن يتخذوا قرار إذا لزم الأمر بإنهاء المباريات واعتبار الفريق الذي مورست أو الذي مارست جماهيره تلك الانتهاكات خاسرا. يعني عقوبات صعبة جدا. وينطبق هذا القانون التأديبي على جميع المسابقات التابعة للفيفا وكذلك المباريات الودية أيضا والتي تشمل الأندية والمنتخبات الوطنية. كان لازم نعمل كده من زمان بصراحة. سمعنا قبل كده عن انتهاكات للون والدين، يعني الشكل للأسف الشديد. ده كان خبر كنت عايز أبدأ بيه مع حضراتكم قبل ما أستقبل لو معايا زميلي كريم أحمد. كنا عايزين نطمنكم على بعثة الأهلي، معسكر الأهلي في أسبانيا، لو معانا جاهز يا جماعة. طيب ده كان الخبر اللي كنت عايز أتكلم معاكم فيه في الأول، لأنه خبر مهم جدا، وأعتقد أنه هو هيريح لعيبة كتير قوي بتبقى خايفة أنها تنزل الملعب بسبب شكلها وبسبب لونها وبسبب انتماءاتها وبسبب ديانتها أو أيا كان. تعرضنا في الملاعب لانتهاكات بصراحة كانت ضد الإنسانية في العموم، عشان كده الاتحاد الدولي فرض هذه العقوبات. اعتقد انها عقوبات غليظه جدا، ان شاء الله يعني كله يلزم. ودايما بنقول لازم يبقى في عقوبات، لازم يبقى في قانون، لازم نطبق القانون علشان الكل يلتزم والكل يخاف، حتى اللي ما بيخافش يخاف. اعتقد ان دي يعني في مصلحه الرياضه عموما. طبعا علشان احنا اليوم ان شاء الله يبقى في يعني امير عبد الحميد بعد فقرتي مع حضراتكم مع الزميل محمد سعيد، نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفي العزيز الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي بالاهرام بعد هذا الفاصل.
الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا. يا كابتن ربنا يخليك، حاجه منور وجودك انت. عامل ايه؟ كله تمام؟ حضرتك كل سنه طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه دايما، منورنا ومشرفنا هنا في الاهلي بيتك اكيد يعني. يا كابتن حاجات كتير جدا حصلت. طبعا. عايز اعرف راي حضرتك في العموم قبل ما ندخل في التفاصيل. شايف الشارع الرياضي المصري رؤيته لخروج المنتخب، للي حصل اتحاد الكوره، لاجيري وتصريحاته المريبه والغريبه. عايزين نعرف اكيد بقى يعني في حاجات كتير الصحفيين كبار عارفينها. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك يا ابو، بس عايزين الاول نفرق بين شقين مهمين. الشق الاول شق تنظيمي، وده مصر ما شاء الله حدد فيه شهاده الايزو، تنظيم على مستوى رائع جدا. اول رأس الدولة سيادة الرئيس مروان بوزير الرياضة دكتور أشرف صبحي، انتهى بس عملنا شغل رائع رائع في التنظيم. لا ما ينكرش حد، كل العالم أشاد بصراحة. مش احنا بنتكلم دايما يقول لك شهادتنا احنا مجروحة، لكن بره يتكلم عنك. الشق الثاني فني، وهو طبعا خدنا فيه زيرو بلس من اتحاد الكرة المنتخب الوطني. ليه؟ لأن أنت كنت حاطط سيناريو غريب قبل البطولة ما تيجي مصر، بمعنى البطولة في الكاميرون أجيري قال في تصريحات صحيفة مكسيكية، أنا مش ما قالوليش اتحاد الكرة ما قالوليش كده، أنت مطالب بالفوز بالبطولة. أنا ما أعرفش إزاي ده يعني الكلام. قالوله ده الكلام ده على مسؤولية مين؟ لا ده مسؤوليته هو، الراجل قال كده. ده قال كده تصريح رسمي. قال لك وأنا والبطولة في الكاميرون لما تيجي مصر، قال لك أنا ما كنتش مطالب أفوز بالبطولة، أنا كنت مطالب بالتأهل لكن وأنافس، لكن ما أخفضش البطولة. ده اتحط في عقد ما تحطش في عقد. تمام. انت عملت اربع سنين مع جيري بناء على ايه؟ يعني اي حاجه في الدنيا بتاخدها خطوه خطوه. يعني حط دايما السيناريو الاسوء انه فشل في كاس افريقيا سواء في الكاميرون سواء عندنا. تمام. هتدي له شرط الجزاء ازاي؟ بناء على ايه؟ يعني انت عملت اربع سنين بناء على ايه؟ الراجل عنده محطتين، محطة قدامك كاميرون لما تبطل تيجي مصر، محطة تانية في كأس العالم. هو شروط التعاقد أستاذ ممدوح بتنشر في الجرائد الرسمية ولا ما بتنشرش أصلاً؟ حسب أهواء اتحاد الكورة. حسب الأهواء، لكن الطبيعي أو الطبيعي اللي تتعرف، لأن أنت عشان ما تيجي تتحاسب تحاسب إزاي؟ مين اللي اختار برادلي؟ ومين اختار اسمه إيه؟ كوبر. كوبر. ومين اختار أجيري؟ لجنة فنية؟ والله ما اعرف. انا لو اعرف اقول لك. انا حياتك نجم كبير ولعيب مؤثر وداخل اسكو لك ذلك، احنا يعني احنا مش بنجاملك. حياتك سمعت في لجنه فنيه جت اختارت الاخ كوبر ولا اجيري ولا الاخ برادلي؟ حد يقول لي؟ لا انا سمعت. لكن مين اختار حسن شحاته؟ كابتن اسامه عبد المنعم ولجنه فنيه اللي بتاع كوره. دايما انا يعني من انصار بتوع الكوره، يعني ايه؟ سيادتك تفهم اكتر من اي حد ما لعبش كوره، ده طبيعي، ده حقك، فرايك يحترم. هل اتحاد الكره الموكر سواء ده او اللي قبليه هما اتكلوا مع بعض، يعني الاثنين مع بعضهم جاب لجنه اختارت، انت اخترت بناء على ايه؟ طب هو اتحاد الكره اعضاء مين؟ او اللي كان يعني؟ لا مين صاحب الكلمه؟ لا خلينا نقول الاعضاء مثلا. ماشي. اللي هما ليهم في الكوره. جميل. كابتن حازم امام، كابتن خالد لطيف، كابتن مجدي عبد الغني، في حد تاني؟ انا بسال حضرتك. لا ما انا هما دول اللي انا اعرفهم. تمام. لكن سيف زاهر ايه علاقته بالكوره؟ احمد مجاهد علاقته بالكوره صح ولا غلط؟ مين تاني في خالد لطيف علاقته بالكوره؟ هل الناس دي لعبت كوره؟ ما لعبتش. مارست عمل رياضي قبل كده في حته؟ ما حصلش. الناس دي جت من دار للنار. طب مين اللي اختار كوبر اياميها؟ كان مين اللي في الاتحاد الكوره؟ كوبر كان جمال علام، وطبعا كان معاهم مالي ابو ريده في الاتحاد الكوره، كان معاهم خالد لطيف، معاهم يعني هم تقريبا نفس المجموعه نفس المجموعه. واحنا نسينا احمد شوبير كمان في اتحاد الكوره، بس الكابتن احمد شوبير بس كان دخل مؤخرا يعني ما لحقش يعني، بس هو يعني متوقف في الاخر، هو ما اختارش. لكن مين اختار التلاته دول؟ وليه التلاته دول مشوا بفشل وفضيحه؟ ليه؟ ما هو اللي اختار ازاي؟ بوب برادلي جالك ازاي؟ بوب برادلي جه بعد الاتحاد الامريكي ما طرده، قالوا متشكين فعل كده، رحت تعاقدت معاه، قالت انت ما تروحش تتعاقد مع حد ناجح، انت بتجيب لي واحد واقع، فبتقول تعالى امسك، يمسك فين؟ مع مين؟ كوبر كان قاعد في بيتهم، انت جبته واديته مرتب، اجيري عليه مشاكل تلعب في نتائج، اليابان مشيته. يعني احنا اقل من اليابان؟ يعني هي من قله المدربين في العالم، راح تجيب مدرب عليه علامه اكس؟ السي في بتاعه او معلش مع احترامي السجل الصحيفه الجنائيه بتاعته مع احترامي ولواسه. ما احنا عدينا الصحيفه الرياضيه دلوقتي، بنتكلم في الصحيفه الجنائيه. انا بتكلم في كده بقى حضرتك، فالراجل هو بيتكلم عن الصحيفه المكسيكيه دي، كان ده قبل البطوله على فكره ما تبدا. قال لك لما انا كنت بتوقف كاس في الكاميرون ما قالوليش
اخد البطوله. لكن بعد ما جت مصر اتقال لي من رئيس الاتحاد المصري وانا بريدة انت مطالب ان انت تفوز بطولة، ده حقنا. انا ما قلتش لا مطالب، انا بقول هل انت اديتنا شكل، هل اديتنا منتخب محترم واحنا قاعدين نتفرج مطمنين؟ ما حصلش. هل انت اديتنا اي ايماءات او اشاره انت كبير فني بتعرف حاجه؟ ما حصلش. يعني التوليفه جت ازاي؟ ايه مطالب؟ انت عملت 4 سنين بناء على ايه؟ اديته 108,000 يورو. طب وانا اديله مصداقيه من فين؟ يعني خلينا انا قاعد مكان اتحاد الكوره، ليه اصدقه؟ ليه اصدقه؟ اصدق ايه؟ اصدق اجيلي؟ اصدق تصريحاته. ما يا فندم ده قال الكلام ده قبل البطوله، ما قالش الكلام ده في وسط البطوله، الكلام ده احنا انا عملت حوار ونقلته عن الصحيفه في الاهرام عندي سيادتك قبل البطوله بحوالي. طب حضرتك سالت حد من اتحاد الكوره قال لك صح الكلام ده طلع مننا؟ لا هم بره على فكره الصحف المكسيكيه، الصحف دي يعني ما بتقلش اي حاجه، مش بتفبرك. لا انت عارف اصلا يعني هو بيقول هو حياتك انت عملت 4 سنين بناء على ايه؟ ما هو ده اكد كلامه. لا خليني بس انا ارد نيابه عن الطرف الاخر. تمام انا هقول لك انت سالتني انا قلت لك حصل. ما يمكن الكلام ده يكون واحد يعني عشان بيبرر فشله الذريع. لا قال كده، ما هو ده قبل حاجه برضه شغل قبل البطوله. قبل البطوله قال لك وانا في الكاميرون مش مطالب افوز بطوله، لكن ما جت مصر رئيس الاتحاد اتصل بيا هاتفيا كام ده هجيب لك الحوار وابعته لك بالاسباني طبعا. تمام. والترجمه ترجمتها الراجل قال الكلام ده، قال لك ما حدش طلب مني البطوله وانا في وهي في الكاميرون. طب كان طالبين منه ايه المطالب ان هو يصعد ويعني وينافس، لكن ان البطوله تبقى هدف مش موجود. بس برضو كلام، خليني برضو انا اتكلم بلسان الطرف الاخر. صح. كلام انا هقول لك هو ده كلام حد يصدقه. اذا كنا احنا وصلنا نهائي افريقيا ووصلنا كاس عالم. تمام. فالطبيعي ان انا لما اجيب مدرب اقول له انا عايز البطوله. تمام. يبقى انت كنت عملت ايه في العقد بتاعه؟ كتبت. ما حصلش يا فندم. انت عامل شرط الجزاء. حضرتك شفت بنود التعاقد؟ يا فندم نشروها. نشروها بعد الدنيا باظت، لكن انت بتتكلم شرط التعاقد. في شرط الجزاء بناء على ايه؟ هو خد شرط الجزاء بناء على ايه؟ يعني هو خد 3 مليون جنيه ده كان بالتراضي يعني كده محبه. بناء على ايه؟ برادلي هو ماشي خد شهر مرتبه بعد الفشل 6-1 الغانا، بناء على ايه؟ حقه. ما احنا بنتكلم انت حاطط ده في العقد. ايوه حقه. طب انا انت مالي. حطيت له الايجابيات، حط له بقى تقول له لو حصل كذا حاسبك كذا. ما حصلش. عقد كوبر انا ما بلومش على الراجل، ما انا بجيب حضرتك. تمام. كوبر برده ما جه برده مش خد فلوس، بناء على ايه؟ انت بتدفع الفلوس دي منين؟ انت بناء على ايه قيمت اجيري بنوع 108؟ مين اللي قيم؟ مين اللي اختار؟ مين اللي جاب؟ هل لجنه فنيه فتحترم؟ ما حصلش. ما احنا جينا لما نيجي نتكلم على كوبر، انا مثلا لما باجي انتقده بضيف مثلا عزيز يقول لي اصل كوبر حقق اللي مطلوب منه. لا يا فندم، كوبر ما حقق. كوبر راي حد من قال لك جاي وربنا سبحانه وتعالى يعني كانت ماشيه معاه. انت صعدت كاس العالم مش برجليك، برجل اوغندا. هي اوغندا لو ما وقفتش غانا. لا والله وبالدعاء. وبالدعاء الوالدين انت حضرتك. هل اوغندا بدليل انت رحت كاس العالم انت عملت ايه؟ ايه اللي انت اديته في كاس العالم؟ هل الناس في بصمه في كاس العالم وانت عندك واحد من احسن 3 لعيبه في العالم اسمه محمد صلاح، انت عملت حاجه؟ ما عملتش حاجه، زي ما واحد زي ما جيت، لما تيجي تقارن جيل 90 بجيل مع احترامي 2018، لا 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 لا. جيل 90 كان فيه مين؟ كان فيه مين محترف مسمع؟ ولا حد، بس كان جيل رجاله، وكان فيه مدير فني محترم اسمه الجهري، كان بيعرف يقود، لكن انت جبت مدير فني بدليل. مين من التلاتة دول حضرتك بعد ما سابنا مسك منتخب كبير؟ مش هقول يقول لي ده راح حضر. مفيش حد خالص. دي معناها ايه؟ ان انت بتجيب مدربين واقعين. بس كده. تمام. ما هو احنا كنا عارفين كده. ما هو المكان في ما انت عشان كده بقول للناس الطيبين اللي بيتفرجوا علينا وبيقتنعوا بكلامنا، الحمد لله احنا بينا وبينهم مصداقيه كبيره جدا، بقول لهم ما كانتش مفاجاه بالنسبه لنا خالص. كاس العالم ولا كاس افريقيا؟ الخروج. ما هو خروج كاس افريقيا دي الصدمه. كنا عارفين ده هيحصل في كاس العالم. بالظبط كابتن. يا كابتن المفاجاه في ايه؟ في موضوع كاس افريقيا، البطوله على ملعبك وبين جمهورك وكل الدنيا وراك، وفي نفس الوقت عندك لعيب اسمه محمد صلاح مكسر الدنيا، ده بطوله اوروبا ليفربول وجيلك كل دوت ما يدخلش حد دول الاربعه. ده احنا كناش يعني قلنا دول الاربعه يبقى شكلنا حلو، لكن دول 16 مع جنوب افريقيا اللي مع احترامي المدرب بتاعهم السابق اللي هو باركر كان عامل حوار رائع قبل الماتش، قال لك ايه؟ قال لك احنا دخلنا من باب الخلفي دور 16، ده اللي هو جيل 96 كان مدربهم، فعامل معاه حوار قبل ماتش مصر. قال لي حضرتك ايه؟ قال لك احنا دخلنا من الباب الخلفي للدور 16 ولدينا ايه؟ لدينا امام المصريين نصف فرصه. ده كلام منطقي. راجل قال كده، قال يا جماعه بس احنا لو احنا رجعنا ورا ولعبنا دفاع مش هنكسب، نضغط على المصريين واول اخره هنلحق المكسب. هل انت قدمت شكل محترم يليق بلد مضيفه؟ ما حصلش.
ما حصلش. انت دلوقتي خسائرك من البطوله دي. طب وحضرتك كنت متوقع ان انت بتلعب في بلدك وان انت بتلعب وسط جمهورك ان انت مثلا تاخد كاس افريقيا من غير ما يكون عندك اساسا شكل مبدئي لمنتخب بادئ في الكوره اساسا؟ حاجه جميل جدا، جميل جدا. حد من الاتحاد يعني الثقه جت لنا من فين؟ جت منين؟ احنا كنا بنتفائل ونقول الناس تفائلوا لكن لازم نتفائل. صح، ربنا قال كده. صح، لكن انت جواك مش مقتنع بس عشان ربنا قال كده. صح، لكن مفيش حاجه يعني لا خلص. في عندك عوامل جامده جدا. اولا هي ايه؟ اول حاجه عندك مجموعه لعيبه مش بطاله. معنى ايه؟ عندك حارس مرمى محترم اسمه محمد الشناوي، عندك خط الدفاع احمد حجازي لعيب محترم مدافع كويس، عندك كل خط حد تقيل يشيل، عندك طبعا راسك كله محمد صلاح. فلما التوليفه دي مع مدير فني محترم مع مدير فني كويس، ما انا ماليش دعوه بقى، مش بتاع ما دي بتاعتي بتاعت حضرتك بتاعت مين؟ ايوه بس ما احنا داخلين بيه. ماليش دعوه بقى مين اللي جابه؟ ما احنا داخلين بيه البطوله يا اسطى. معاك، ما مين اللي جابه؟ ما هو انا جابه اتحاد الكوره. بناء على ايه بقى؟ ما ده اللي بتكلم فيه. ما ده اللي بتكلم فيه. انت جبت مدير فني وقلت له امسك المنتخب وعملت اربع سنين، بناء على ايه اربع سنين؟ انت كنت منين مالي ايدك انه في كاس افريقيا ممكن يعمل حاجه؟ ما ده اللي شيء محير. ما هو بيقول كمان ان هو كمان في كاس افريقيا قال لهم انت مش ملتزم باي حاجه. قالوا له ده ما اتكتبش بقى بالظبط. محطان كان ليه عين فتح قال لك شرط الجزائي انا مش ماشي، كان رافض يستقيل. ايوه حقه. ما هو يا فندم ما غلطت بقى مين؟ ما انا بتكلم على كده، لازم الناس دي تتحاسب. ده حقه نص كمان. ده انا حقه تلات ارباع. حضرتك لما تلاقي حد يقول لك تعالى ادي لك فلوس هقول لا وتشتغل وهتبقى نجم الدنيا هتقول له لا ليه؟ يبقى اي حد من اتحاد الكره السابق ده يستحق يتواجد بعد ذلك، ده فشل. لا كابتن سمير زال عمل ايه يا كابتن بعد اذن حضرتك الله يرحمه؟ كابتن سمير زال كنت تقعد معاه، راجل فاهم، راجل بقى في دي. لما حتى وقعنا بعد كاس القارات حضرتك فاكر ضمن السعوديه، لا جه بعد كده لمينا نفسنا وعملنا كذا وبقينا شكل وجينا بعد كده خدنا كاس امم افريقيا ثلاث مرات 2006 2008 2010 كانت توليفه محترمه في جهاز فني محترم، كان كابتن حسن شحاته في اتحاد كره محترم بيعرف يقود في مجموعه لعيبه ملتزمه. لكن اتحاد الكره بتاعنا اربعه منه بيلعبوا يا فندم بيطلعوا مذيعين. تخيل اتحاد الكره السابق لما يطلع اثنين وكان ده كابتن في الاهرام اثنين من اعضاء الاتحاد بيناقشوه، طب هيقولوا له ايه؟ الاتحاد كخه؟ الاتحاد وحش يا جماعه؟ لا طبعا. هينفع؟ لا طبعا. لا بيضحك على مين؟ يعني انا للاسف ما فيش مصالحه، ما فيش شفافيه في الاتحاد دوت، احنا سبب احنا في كارثه. يعني ما حدش واخد باله ان الجمهور مصر بره قد ايه حزنه وقد يعني ما تقابلش حد الا لما تلاقي كميه الحزن والضيق اللي هو البطوله على ملعبك وانت محروم من التواجد. يعني بعيد عن التنظيم الرائع وكل حاجه لكن انت بطوله على ملعبك ومنتخبك قاعد في المدرجات. لا هم ما حسوش، الناس زعلانه ان هي حست ان المنتخب مش بتاعنا، مش شكلنا، مش بتاعنا. ما هو راجع ليه؟ اول مره تحصل، خلي بالك. حتى كمان كنت بتكلم امبارح برضو مع الساده المشاهدين في نفس النقطه دي، حتى كمان احتفالاتنا بالاهداف ان احنا بنروح نضايق الجمهور. يعني اول مره اشوفها. اتفرج قول لي بقى حضرتك، ده في نهارده تقرير عملته جهه افريكا سبور قالت لك اخفاق صلاح وميسي في كوبا امريكا وفي كاس افريقيا حرم الاثنين او قلل فرصهم في الفوز بالكره الذهبيه. ادي كمان حاجه من اللي احنا كنا بنحلم بيها، ان صلاح ياخد الكره الذهبيه بتاعت فرنسا. طبيعي جدا. ادي كنت قلت اهو، دي كلها خسائر. الاتحاد الكوره لازم يتحاسب، لازم يتحاسب. يتحاسب. ده لازم يتحاسب. الله، يعني فلوس راحت على البلد لازم تتحاسب. انت بتتكلم كارثة. كمان ايه؟ انت بتتكلم الله. في مؤسسه كبيره جدا. انا كلمت معايا وزير الدكتور اشرف بعد الماتش، كميه الحزن اللي في صوته مش قادر. ما ينفعش حزن. يعني عارف يعني راجل قال لا في حساب، في حساب جاي. هو ده المفروض. لان انت بتتكلم في كره مصريه. انت النهارده بتتكلم في لعيب عندك اسمه محمد صلاح عامل لك بروباجندا رائعه. بس انا اسف مع احترامي لكل اللعيبه، انت بتتكلم في الناس بتبص لك انت كمصر. طبعا. وحصل فضايح بصراحه. ودي تاني مره في تاريخك حصل فضايح ما عرفناش نتعامل معاها. يعني حصل فضايح كمان، ما ينفعش ان هي تطلع من منتخب مصر وان احنا كمان اللي طلعناها وكبرناها وبعد كده لا هو في معسكر في الدنيا، في لعيبه يقعدوا 4 الصبح. كابتن حياتك كنت كابتن وعارف كم، يقعدوا 4 الصبح يقعدوا على الشات ويقعدوا على الانستجرام. يا كابتن بتتكلم في ايه؟ انا داخل بطوله عليه. انا داخل بطوله. يعني ايه؟ انا جندي في ميلان، عندي وقت نعمل ده؟ فين التركيز؟ وبعدين مع احترامي في لعيبه تانية تتشال على الراس من فوق، ده لعيبه ملتزمه ومحترمه وبتاكل النجيله وبتلعب بقلبها. يعني بأمانة. يعني استثناء هنقول واحد او اثنين اللي كانوا بيعملوا كده. لو في كانوا بيعملوا كده ان هم بيقعدوا يعني في منظومه كده. في منظومه فيها ظبط وربط. كابتن الجرعه عاملين مع ابراهيم سعيد بالزبط. في كاس امم افريقيا 2002 في قال له بالسلامه رحلوا، ده في نظام. كابتن حسن شحاته عاملين مع ميدو مع صغير في 2006 متشكرين. ليه؟ لما انا بعمل انضباط الاهلي قعد فرقه كامله والاهلي قعد فرقه كامله وده كان مثل اعلى.
فرقه يعني الاهلي كاداره مصر. كاداره محترمه مؤثره بنجاح الاهلي ايه؟ الناس برضو بتقعد تتكلم تقول لك الاهلي ومش عارف يا فندم الاهلي منظومه تخيل الاهلي مؤسسه ما حدش عمل كده في العالم والله العظيم عشان اهلاويه يا جماعه بجد لما انت يجي لك قلب ان انت تقعد فرقه كامله وبتلاعب نادي كبير زي نادي الزمالك وفي دور الكام ودور الثمانيه وتطلع لعيبه صغيره تلعب ولا تديهم الثقه اتكلم فيها يا كابتن اتكلم يا كابتن ميدو اتكلم في منظومه ما ده نجاح سر لنجاح اي مؤسسه في الدنيا هو الانضباط الله النظام لكن لما يجي لعيب يطلع بره النص وانا زعلت جدا من مجموعه لعيبه قالت لك اصل النادي بعودته يعني هو منتخب مصر رفع العيد ده ما احترمنا ليه فحش يا كابتن خالص ما ينفعش يا كابتن خالص لو كان الله. مين ولو حتى مارادونا ولو حتى شوف بقول لك مارادونا ما ينفعش معاك كده وبقى حياتك فانت بتتكلم للاسف احنا في صدمه كرويه غير طبيعيه بتتكلم كلنا معرضين للاخطاء يا جماعه لكن طالما وبعدين انت كان ممكن تقفل الموضوع ده اللي كنت بتكلم فيه امبارح برضه انت كاتحاد كوره اقفل الموضوع يا جماعه لا الكلام ده ما حصلش بالظبط كده ايه اللي سرب بتحاسب بعد بالزبط. بتحاسب بعد البطوله بعد البطوله صح كده لكن انا اصل انا بتكلم انا هقول ليه ما حصلش لان انا مصر وده منتخبي صح. والناس تقول ايه ده ازاي لازم احتوي ودي حاجه الحاجه الثانيه انت خدت قرار بالاستبعاده عشان تطلع بطل قدام السوشيال ميديا حلو مش عشان ربنا تمام. ولا حاجه تمام. ولا عشان مبادئنا ولا لا عشان خالص لا طالما خدت قرار اوعى ترجع فيه ده انت تستقيل وما ترجعش فيه اوعى ترجع فيه انت تستقيل بالظبط وما ترجعش فيه دي كانت من الحاجات اللي وجعت قلبنا لا ما ده عمل يعني تلطيخ للصوره بالظبط منتخب مصر بكل كبريائه وعظمته وتاريخه يعمل المنظر ده ولعيب بالمنظر ده ما يلزمنيش مش هقف عليه هو عمل لي ايه اللعيب اللي احنا بنتكلم عن ده عمل لي ايه في البطوله عمل لي في التصفيات مع احترامي ليه مع احترامي هل فرق معايا لا حتى لا. هي انا عارف كلام حضرتك يعني فاهم معناه بس برضه هنقول ايه حتى لو هو كان ايا كان اسمه ايه ده انا بكره كمان حتى هنفرج جدولا انه لعيب جامد مكسر الدنيا بالزبط. يعني يقلب ماتش ده ما حصلش كمان بالظبط وبعدك لا هي اختلاط للاسف برادلي مرورا بالاخ كوبر انتهى بالاخ ياجيري اختلاط فاشله واللي غريب بقى يا كابتن ميدو ان يطلع اتحاد الكره واحد اعضاء يقول لك احنا تعاقدنا فتحس كده انهم جابوا الديب من ديله وفي الاخر تمخض الجبل فهو ده مع احترامي ليهم كل واحد من اللي جايين دول كل واحد فيهم مشي بفضيحه يعني برادلي ماشي 6-1 غانا الاخ كوبر ماشي خروج كاس العالم بشكل لا يليق وادي ياجيري عارف يا استاذ ممدوح لو كنا حاسبنا من اول حصل حاجه حصلت حصل كان كله ماشي على السرطة المصري انا ما اشمعنى الافارقه بيجيبوا مدربين محترمين يعني دي صبر مع اوغندا مش عامل شغل وحش عامل شغل حلو مش كويس جدا اسمه ايه بتاع المغرب هيرفي رينار مع انه عدم موفق بس كان في عدم توفيق ضربه جزاء رايحه وبتاع اشمعنى دول ما بيجيبوش الناس الفاشل طب ما كانوا دول اقرب لهم يعني اشمعنى احنا بندور على الفاشل ونجيبه يعني ايه الهدف؟ ما احنا لازم نعرف ليه؟ ما ده اللي بتكلم فيه، يعني حضرتك لو دورت على كوت ديفوار مع ابراهيم كامارا مدرب وطني، جمال بالماضي مع الجزائر، يعني تونس مع الان جريس وليه خبرات افريقيه، الثلاثه انت جبتهم دول ليهم خبرات افريقيه؟ حد فيهم جه النهارده لمس اي حاجه في حته في افريقيا؟ مسك اي فريق في افريقيا؟ ما حصلش، فجايبهم بناء على ايه؟ ما انت بتجيب حضرتك كابتن ميدو رجليك في افريقيا، فلما ساين بحضرتك كمدير فني انت عارف الاجواء بتعرف تتعامل، هما بيعملوا كده في افريقيا، بيجيب المدرب اللي عنده خبرات في افريقيا، فبيعرف يتعامل مع الاجواء، هل واحد من الثلاثه اللي قلنا دول عندهم خبرات افريقيه؟ هو عموما ده سبب من الاسباب لكن هو مش السبب الرئيسي، لكن لان المدرب الكويس يلعب ان شاء الله يلعب في روسيا ده كويس، انت جبت كويس هو ده اللي بنتكلم انت جبت كويس؟ ما انت جبتش كويس خالص السنغال معاه اسمه ايه؟ الان السي بتاعهم بتاع المغرب بتاع السنغال مدرب محترف ومعاه مجموعه لعيبه ممتازه مدغشقر بص على المرتبات حتى بتاع الناس مدغشقر مع الدوري الفرنسي مغمور بس ليهم شكل ليهم شكل وانت عندك هنا يعني انت لو اديت فرص هنا للمدربين وقاعدين والله عندنا والله عندنا الله ما تصعد هو كابتن حسن شحاته قبل ما يمسك المنتخب كان ماسك محطمي انديه درجه ثانيه مقاولين مثلا واخد بهدك شرقيه بتاع حقق نجاحات مسك المنتخب اتوفرت له عامه نجاح اداره كويسه بتسنده نفس الوقت كل الامكانيات موجوده مجموعه لعيبه محترمين اللعيبه كانوا ينجحوا مع احترام الكابتن حسن شحاته كان ينجحوا اي حد بالظبط كده فانت بالتالي نجحت لكن انت تقدر تجيب مدرب اه الاسماء اللي احنا بنقول عليها هل ليها بصمه في الوسط دلوقتي؟ خالص ليه بصمه بالسلب بالسلب كلهم مشوا حياتك بمشكله بس هو طلع مثلا عمود فقري في اخر تلت يعني ساعه يعني حتى لو ما كانش مؤثر مع احترامي طبعا للنني بس هو واقف بالظبط يعني كده يعني هو واقف فكر انا من اول ماتش كنت كاتب عندي يا جماعه خلي بالنا جدا جدا يعني احنا حماس وجمهور والكلام لكن الراجل يخوف في تغييراته في الماتش الاول اول ماتش تغييرات مخيفه تغييرات مرعبه اشيل معرفش تريزيجيه واشيل طب فندم ايه البديل شال الاطراف اللي هي ناجحه صلاح وتريزيجيه طيب واتعامل ان هو مدرب ليفربول وان احنا معانا لعيبه ليفربول وصلاح يلعب سترايكر قول لي بقى انت
ده ينفع؟ انا هكلمك. وبعدين حتى الجهاز الفني المعاون هو جايب لي سلجادو معاه وجايب لي تيتو جارسيا معاه. الصوت انت حضرتك لخصت القصه. انت بتاثر على الراي العام ازاي؟ من خلال القنوات. بالظبط كده. القنوات دي يا اما تتقي ربنا فيهم. الله يفتح عليك. يا اما ما تتقيش ربنا فيهم. الله يفتح عليك. طب احنا كنا بنتقي ربنا فيهم؟ لا. الا من رحم ربنا. لا خالص. طب مين الصوت المسموع؟ اتحاد الكوره ليه ممثلين في كل مكان. ما هو ده بيحصل يا كابتن. وبيقنعوا الناس ان الناس دي كويسه. عمرك شفت نائب اتحاد ولا عضو اتحاد يطلع في برنامج يقدم برنامج؟ مين قال ده؟ من زمان كده. يا فندم مين قال ده؟ مين قال ده اطلع انا الجلاد والقاضي في نفس الوقت؟ ما ينفعش. منظومه مش مظبوطه. يجي اتحاد كوره ماسك مسؤوليه عامه ما تطلعش ما تشتغلش حاجه تانية، تمسك المكان ده وتديره هتعب دول. عشان لما تيجي تنتقد اصلا تنتقد اختيارك. بقول لحضرتك ايه الاتحاد قاعد لو انت كنت بقى منزل من السماء. ده انت بقى حاجه تانية بقى. واحنا ما عندناش ملائكه. زمن الملائكه انتهى. بالظبط. صح ولا غلط؟ بالظبط. بس لكن انت بتتكلم في منظومه مش مظبوطه. لا لا يعني توقعنا كتير من كابتن هاني بريد وراجل وتنفيذي مش عارف في الكاف واللي فيها مش عارف اي حته تانية. توقعنا اخر اخر حاجه ممنوع القيد. القيد اهو الاتحاد على فكره رفض بده ال 5 8. مين المدار؟ النادي الاهلي. اتوقع النادي الاهلي نادي ده بالظبط. وده انا غلطان. لا نتكلم في الكويد. انا مش هنعديها برضو. هنتكلم في الكويد. لكن زي ما حضرتك بتقول توقعنا من مهندس انا بريدك حاجات كتير جدا. ولا حاجه توقعنا من حازم امكي حاجات كتير. ولا حاجه حصلت. توقعت من سيف. مش فاضيين يا كابتن ميد. والناس مش فاضيه. الله ناس فاضيه بس تطلع على الشاشات وتتكلم. نطلع فاصل. اتفضل يا كابتن. ونرجع نكمل الحوار السخن جدا. ربنا يكرمك. الاهلي تعادل مع نيو بورت الكاونتي تعادل 1-1 في المباراه الوديه. هنوفيكم بالتفاصيل. نرجع نكمل مع الاستاذ ممدوح فهمي بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله ومنورني ومشرفني الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام. مساء الفل تاني يا زميلي. مساء كابتن ربنا يكرم حضرتك. يعني الحوار كان جميل وسخن. بنتكلم بمنتهى يعني الشفافيه ومنتهى المصداقيه وبنتكلم عشان المصلحه العامه. انا بنقل لحضرتك نبض الشارع اللي احنا بنشوفه. سيادتك بتقابل الناس في الشارع بيقول كابتن ميدو وحضرتك نجم كورة وحاسس بالناس. انا راجل كصحفي بقابل ناس بقابل كذا اقول لك يرضيك. الناس زعلانه. زعلانه ليه؟ انت مش طالع بشكل حلو. مش طالع بشكل نجم مصر اللي هي عندها 7 بطولات في كاس الامم اللي هي عامله ريكورد في التنظيم اللي عامله ريكورد في حصول البطوله. مصر كبيره. اذا كان الصغيرين مش عارفين قيمتها ما يلزموناش. بالظبط. مصر كبيره يا جماعه. كبيره قوي. كبيره بقيادتها، كبيره بناسها، كبيره باللي فيها. اذا كان ما يطولنا امر كره القدم في مصر مش عارفين قيمتها متشكرين عليه. يكفينا هذا القدر. بالظبط. يكفينا هذه المراره يعني. برضو اسال حضرتك برضو ان انا سمعت يعني احد المسؤولين في اتحاد الكوره بيتكلم ان هو يعني التمثيل العام او ان هو كان بيشارك بصفه عضو في اتحاد الكوره ده قلل منه مش زود منه وان هو كان ضد المصالح بتاعته هو شخصيا وما استفادش منه على قد ما اتضر منه. الفندم اللي كان مش عاجبه كان مشي. هو مقطوع يعني تغرق السفينه كله ينط منها. الفندم اللي عنده كان جرأة كان يتكلم قبل كده. قال يا جماعه احنا معترضين على كذا وكذا وكذا. ما حدش كان بيتكلم يا كابتن ميدو. ما حدش كان بيتكلم. كله الكابتن هاني ابو ريده يقول كذا وراه يقول له امين. حصلت مشكله. أنا السؤال بتاعي يعني هقول لحضرتك تاني بس بعد ما اخد زميل عزيز عمر ربيع ياسين عشان اطمن على بعثتنا وفريقنا. عمر اهلا بيك. يا كابتن ميدو برحب بحضرتك وبرحب كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وبرحب بالاستاذ ممدوح. وطبعا يعني زي ما حضرتك قلت احنا بنطمن على بعثه النادي الاهلي بعد المباراه قويه وهي المباراه الثانيه للنادي الاهلي في المعسكر التدريبي استعدادا لنهايه الموسم الحالي وبدايه الموسم القادم. مباراه امام فريق نيوبورت كاونتي فريق انجليزي احد فرق الدرجه الرابعه. فريق محترم فريق قوي. لكن النادي الاهلي عمل مباراه تكتيكيه عاليه جدا. مستر مارتن نصرتي قدر ياخد اللي هو عايزه من المباراه، الحمل التدريبي، الحمل البدني، ان هو يدرب اكتر من عنصر في المباراه ويطمن على كل اللعيبه اللي كانت موجوده. كابتن ميدو بدا بتشكيل، طبعا مستر مارتن نصرتي بدا بتشكيل، بعد كده عمل شويه تغييرات في الشوط الثاني وبين الشوطين واستبعد او كان في استبعاد لبعض اللعيبه علشان يتم توزيع الاحمال على اللعيبه كلها سواء لعبه الماتش اللي فات في الشوط الاول او الشوط الثاني وكمان المباراه الحاليه. حضرتك عارف ان طبعا جيرالدو حتى بالرغم من انه وصل لكنه لم يشارك في المباراه بسبب
يعني قله الايام او وصل من ايام قليله جدا، وبالتالي مش عايز مستمعات النشاط يدفع بيه في المباراه الحاليه. الدوليين ان شاء الله يا كابتن ميدو يوم السبت هيجوا ان شاء الله، يكونوا موجودين هنا في اسبانيا علشان يستعدوا مع النادي الاهلي لاخر مباراه وديه اللي هتكون ان شاء الله يوم الاثنين القادم. الامور كلها على ما يرام، كل حاجه كابتن ميدو حضرتك عارف لعيب كوره وعارف ان المعسكر بيكون فيه شويه مقومات تنجحك، هنا في كل شيء ينجح المعسكر من اقامه، من يعني استشفاء، من ملاعب تدريبيه، كل حاجه حضرتك ممكن تتخيلها موجوده هنا في اسبانيا في معسكر النادي الاهلي. الالتزام يعني بسم الله ما شاء الله، كل اللعيبه ملتزمه، كل اللعيبه عندها هدف واحد ان هو عايز يثبت نفسه للمدير الفني علشان يقول له ان انا موجود، ومن خلال مسماته نشاط يقدر ان هو يشارك في اهم لقاءين للنادي الاهلي في الموسم الحالي، هم لقاء المقاولون العرب ولقاء نادي الزمالك يا كابتن. اكيد يا عمر، يعني برضو عشان ندي للساده المشاهدين فكره، هيشوفوا طبعا مباراه بعد انتهاء الهوا هنكون مسجلينها معاكم، لكن ادينا انطباع وانت شايف المباراه، كان ايه الفكر اللي عايز يطبقه مستر مارتن لاسارتا، او ايه الهدف اللي عايز يطلع بيه من هذه المباراه الوديه؟ مستر مارتن لاسارتي اولا طبعا الفريق الانجليزي فريق قوي يا كابتن ميدو، فريق قوي عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، يعني عندهم جثمان قوي، وبالتالي مستر مارتن لاسارتي كان مركز على حاجه كلنا هنشوفها في المباراه زي ما انا قلت هتتذاع على قناه الاهلي، انه ضغط ضغط ضغط، كلمه كان دايما بيقولها لما الكوره تبقى موجوده على اي كورنر من الكرامر، يعني موجوده في ناحيه اليمين لفريق نيوبورت، ناحيه الشمال في نص الملعب، مركز على الضغط. واضح جدا ان هو يعني كل الفكر اللي موجود ان هو عايز يضغط على اللعيبه علشان ما يديش فرصه للفريق المنافس ان هو يقدر يلعب اللعب بتاعه، وده الفكر اللي كان عايز يطبقه. زائد طبعا يا كابتن زي ما بقول لحضرتك، الاستحواذ على كره القدم والتدوير، يعني دايما لعيبه النادي الاهلي النهارده كانت بتستحوذ على الكوره وكانت بتعمل عمليه تدوير للكوره في الملعب سواء في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، وهنشوف المباراه والمشاهدين هيشوفوا القوه اللي كانت موجوده في الفريق الانجليزي، والمباراه كانت متوقفه بعض الشيء في الشوط الثاني بسبب بعض الاحداث اللي يعني الدخول العنيف من لعيبه نيوبورت كاونتي على لعيبه النادي الاهلي، لكن الحمد لله ما فيش اي اصابات، ما فيش اي حاجه نخاف عليها، لكن زي ما بقول لحضرتك الضغط والاستحواذ على الكوره وفي نفس الوقت تدوير الكوره في الملعب كله، ده كان من اهم الثلاث نقاط اللي مستر مارتن لاسارتي كان بيعتمد عليهم. وفي نفس الوقت طبعا يعني اداء يعني انا شايف حضرتك هتشوف ان يعني ان شاء الله يعني هيكون في رضا كبير، وكمان يوم الاثنين دي هتكون اخر مباراه علشان يرجعوا الى القاهره او نرجع الى القاهره ويكون الامور كلها مستقره والامور كلها بخير، وان الراجل عايز يرجع من اسبانيا يا كابتن ميدو وهو عنده اختيارات كثيره جدا بالنسبه له، ويبقى راجل محتار مش عارف هيلاعب مين ولا مين ولا مين، لكن كل اللعيبه يا كابتن ميدو بصراحه كلهم عندهم رغبه قتاليه ان هم يكونوا موجودين أكيد. وان هم يثبتوا للراجل ان هم كلهم احسن من بعض، وده زي ما حضرتك عارف ان هو في مصلحه النادي الاهلي وجماهيره اللي منتظرين ان شاء الله المباراه المقاولون ومباراه الزمالك علشان نحسم لقب بطوله الدوري العام باذن الله. يعني مش هنحرق الهدف، لكن احمد الشيخ جاب هدف من اهدافه الرائعه. انا كابتن بقى بص يعني مش هنحرق حاجات كتير مش عايزين نحرق الهدف، يمكن استنوا الهدف يا جماعه، هدف جميل قوي بصراحه. احمد الشيخ حصلت حاجه طريفه يا كابتن ميدو، ان حصلت كده مشاده ان حمدي فتحي دخل جامد على لعيب في نيو بورت، فالحكم جري وراح ما طردش حمدي فتحي، راح طرد احمد الشيخ. احمد الشيخ قال انا ما عملتش حاجه، ده حمدي فتحي اللي طرد. باعه في ثانيه. يقول لي نعم يا كابتن، باعه في ثانيه. ما انا وبعدين في حاجه بقى، احمد الشيخ قال لي عمر يعني بص وانت اللي الناس كلهم ان انا ما عملتش حاجه، ده حمدي فتحي هو اللي دخل على الكوره جامد، انا بس وقاعد بتفرج والحكم راح مديني كارت احمر. قلت له ما تقلقش انا موصل للناس وانت كده كده في الاعاده ان شاء الله الناس كلها تعرف، لكن يا كابتن في الاول وفي الاخر مباراه وديه، مباراه جميله كان فيها بعض الاحتكاكات الخفيفه كده، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي اخذ الاستفاده أكيد. اللي هو عايزه منها، يعني جهد بدني رهيب ببصر من اللعيبه. تخيل يا كابتن ميدو النهارده الصبح كان في تدريبات، بعد الظهر عندهم ماتشات، حتى اللعيبه المستبعده رمضان وحسين وجيرالدو واجاي كله كان في الجيم مع حسين عبد الدايم علشان الكل يكون عنده نفس الحمل التدريبي، اللي بيلعب واللي مش بيلعب واللي موجود على مقاعد المتلاشيه. اكيد اكيد. قول لي بقى نطلع شويه كده، يعني نطلع الناس بره شويه الكوره، مين بطل البلاي ستيشن عندك؟
لا ده احنا كابتن ده في عندنا ماراثونات. انا سامع وعارف. تنس الطاوله مش ممكن. رمضان صبحي مكتسح، رمضان صبحي رهيب بسم الله ما شاء الله، يعني هو حسام عاشور يفضلوا يلعبوا لحد. كنت اقول لك ده حسام هو اللي كان مكتسح قبل كده. لا دلوقتي خلاص بقى رمضان صبحي جالهم، فالدنيا بالنسبه له صعبه. والشيخ احمد الشيخ في البلاي ستيشن رهيب، احمد فتحي بيلعب بلاي ستيشن. طب وشريف اكرامي ايه في رامي ربيعه؟ كلهم بصراحه يعني حتى شاييه وجيرالدو بيلعبوا تنس طاوله مع اللعيبه كلها، لكن تنس الطاوله هي اللي واخده كابتن الايه الجانب الاكبر. حضرتك عارف ان تنس الطاوله دي يعني هو لاعب كوره لازم يلعب بالتنس طاوله، ما ينفعش يلعب بلاي ستيشن. يعني باسم علي برده رهيب، باسم علي في البينج بونج يعني برده بيكتسح من اللعيبه اللي ممكن ايه يوصلوا لنهائيات طوكيو 2020 في البينج بونج. طب ايه يا عمر، انا مش شايفك حاطط نفسك في اي جمله مفيده. نعم يا كابتن، مش شايفك حاطط نفسك في اي جمله، لا بلاي ستيشن عمر ربيع ياسين ولا بينج بونج عمر ربيع ياسين. لا يا كابتن مفيش يا كابتن، انا غلبان يا كابتن، اخش وسطيهم ياكلوني على طول. حضرتك عارف لعيبه الكوره ما بتسترش يا كابتن، فالواحد ايه يعني يقضي الكام يوم دول يا كابتن ميدو كده على خير، ينقل الاحداث ويحاول كده ان هو يسجل مع اللعيبه. لكن تنس طاوله وبينج بونج والحاجات دي، الحاجه الوحيده اللي لعبتها يا كابتن هي الطايره بالرجل مع كابتن سامح حفيظ، ويا ريتني ما لعبتش. ويا ريتنا كابتن ميدو ما لعبتش. جامدين جدا، جامدين جدا طبعا. لا وحضرتك بص هتلاقي كل حاجه عندك دلوقتي يا كابتن مسجله، يعني لو فضحونا يا كابتن قول لهم بلاش. لا كله هنشوفه، كله هنشوفه، هنوري الناس بقى مستواك الحقيقي. كل التوفيق ليك يا عمر، وان شاء الله يكون معسكر يعني يؤتي بثماره، وكل التوفيق ليك، وحشتنا جدا، واكيد يعني المشاهدين انت وحشهم جدا، ان شاء الله ترجعوا لنا بالسلامه، وان شاء الله النادي الاهلي يعمل معسكر يكون ناجح جدا. عمر ربيع ياسين زميل عزيز، شكرا جدا ليك، كل التوفيق للبعثه. يعني حاولنا نطمنكم اكتر، وبعدين مش عايز اسال عمر على الفنيات قوي، ممكن يكون في جمل لقيت عمر بيتكلم في الفنيات، فانا قلقت بصراحه يعني ضغط وبتاع. مش كده عمر، ما تقولش كل حاجه. مش كده يعني في ناس بتتفرج ممكن يعدي عليهم حاجات كتير قوي، لكن كل التوفيق، واكيد كل ماتش يبقى ليه اهدافه، وان شاء الله مستر مارتن لاسارتي يطلع باهدافه من هذا المعسكر. هو مهم جدا المعسكر ده، لان مستر لاسارتي انا في رايي الشخصي كان محتاج فتره توقف يعيد قرايه تاني للفريق الاهلي، يعني محتاج قرايه في الاهلي، اللعيبه المميزه ممكن تفيده، اسلوب اللعب يتغير. فاعتقد معسكر اسبانيا والاحتكاك القوي مع فرقه زي دي هتفيد الاهلي جامد قوي، خصوصا انت عندك ماتشين غايه في الاهميه، مقاولين والزمالك. فانت ان شاء الله لو ربنا وفق الدوري ان شاء الله من نصيب الاهلي. يا رب يا رب. تفتكر موضوع اتحاد الكره هيغلق؟ لا 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 خالص، لا 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 يعني مش هيبقى زي كل مره. يا جماعه طب احنا اسفين وسلام عليكم، لا يا فندم، لا ونرجع تاني نشتغل. لا لا لا، اللي انا سمعته وعرفته واللي حضرتك عليه، لا الدوله مهتمه جدا، مش عشان بص هيكون عارفين نخرج، لكن الهرج والمرج واللي حصل وكميه ان احنا نتغاضى نعم اضر باسمنا بالظبط كده، ان انت مخك تخرج عادي، بس تخرج وانت رافع الراس، تخرج من دور يليق بيك، دول اربعه تخسر في النهائي، يبقى اسمك كبلد انت مش هتعرف كاس العالم. طب كاس عالم عديت، قلت ده كاس عالم وصعدنا وصدعونا 28 سنه. حاضر يا فندم مش هنتكلم، وما اتكلمناش، ده كاس افريقيا، انت سبعه وانت واخدها، وانت واخدها ثلاث مرات منهم مرتين بره ملعبك. كنا في منتهى السعاده لما يعني صعدنا، رحنا كاس افريقيا وصرفنا، ورحنا نهائي كاس افريقيا يا جماعه وصرفنا، ده انتصار، ده انت ما تاخرتش، الدوله ما تاخرتش، مفيش مليم الطلب واقول لهم لا مدرب قد كده حاضر، هيجيب مساعد قد كده حاضر، مش عارف معسكر في حته فين حاضر، يعني كل طلبه الاخ اجيرا بنمشي رحمه الله عليه وجهازه الفني كله امين. طب ودينا بقى نتيجه، لا فالماضي مختلفه، خصوصا ان في كلام مش لطيف في مخالفات وحاجات، الملف جاهز يعني. الملف يعني حضرتك تتوقع الملف مش هيغلق بالسلك؟ لا 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 ما اعتقدش، الماضي لا، الالم اللي حصل للجمهور المصري ولينا احنا في الوسط بصفه عامه، لا 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 ما يتسابش، لازم يتحاسب. يعني انا يتحاسب عشان حاجه، عشان الناس تحس، ودايما ده موجود في مصر، ان في حساب، زي ما تثاب والله تثاب لما تجيد، تحاسب لما تخطئ، ده حق الناس مش حق حد. ليه؟ حياتك انت جبت الراجل ده اربع سنين، انا هموت واعرف اربع سنين بناء على ايه؟ يا ريت هو كده بس، وجبت يعني 108000 اربع سنين، ويعني 108000 يورو في الشهر قيمته بناء على ايه؟ انت لا يا كابتن ميدو، انت جبت مدرب فلاني تديله مرتب قد كده، بتكلم عن جوارديولا معروف تسعيرته، مورينيو معروف تسعيرته، يورجن كلوب معروف، يعني في تسعيره، مين اللي سعر اجيري؟ مين اللي قال الراجل ده في خمسه ساغر؟ مين اللي قال؟ ما حد يقول لنا بس، وانت اديته حط شرط جزائي
منهم شرط جزائي قاسي جدا 3 شهور في مرتبه. بناء على ايه هتحاسبه امتى؟ بعد 4 سنين. يعني واخد 3 مليون كمان وهو ماشي. اه يا فندم ده طرديه ولم الليل عشان نمشي 3 مليون. ما هو 3 شهور حضرتك في 108,000 اضرب بقى باليورو اضافه في المصري، فاحنا نتكلم لم الليل الدنيا بايظه. نيجي على المصاريف، نيجي عن كذا، الخ الخ الخ. فانت اديتني ايه؟ اديتني خروج غير مهين، اديتني شكل لا يليق بيا، بتقول على ملعبي خالص. ما فيش حاجه خالص. انت عملت الفلوس دي ايه؟ عملت بيها ايه؟ وبعدين الكلام حتى جوه المعسكر ما كانش بيتقال حاجه، يعني واضح ما بيتقالش حاجه. يعني حتى تحس يا ريت كان بيقول والله، عارف لو ما بيقولش يبقى كان يبقى احسن. مش عارف لو كان قال كان هيحصل ايه تاني؟ انا مش عارف كان هيحصل ايه؟ يعني انت باخر يعني المعلومه اللي خدت معاك انت في دقيقه 85 وده جنوب افريقيا وبتضغط بالفريق كله وفي 2 مدافعين ورا، يعني انت بقالك 5 دقايق مش عارف تجيب جول. على فكره يعني ما حدش اتخض شويه ان انا اقول ان انا مع التغييره، لكن عشان اكون مع التغييره لازم اكون عارف انا هعمل ايه. صح. مش هطلع الديفندر عشان اهاجم واروح مفضي قلب الملعب او افضي العمق الدفاعي بتاعي اللي يجي منه الهدف. في الدقيقه كام يا كابتن؟ دي مصيبه سوداء. لكن التغيير انا اعمل اي تغيير ان شاء الله اطلع الجول، بس ابقى عارف انا بعمل كده، ابقى كاتشن صح، بس قاري صح في الملعب. بس صح ولا غلط؟ بالزبط. ما سيبش الدنيا خربانه ولا هم اسرع مني بيقولوا بسرعه وانا فاضل مشكله فاضل 5 دقائق انت بالك 85 دقيقه مش عارف توصل للجول، جاي بقى في دقيقه 85 يا كابتن حاجه تنرفز. التغييره نفسها ماشي، لكن اعرف لكن اعرف اعمل ايه؟ ابقى انا بره مامن بحيث لو ما خسرتش اطلع تعادل يبقى عندي نص ساعه اقدر اعوض اقدر اجيب. لكن جاي في دقيقه 85 مطلع لي 9 لعيبه قدام كمان. انت مش ليدنج على الفريق، مش راكب الماتش خالص، ولا تبقى اي ملامح تطلع الديفندر. هي فكره جول تريزيجيه سيادتك اللي ضيعها تريزيجيه، في غيرها اللي انت حاسس فيها جول؟ احنا لو قعدنا 6 ايام نلعب بالمنظر ده مش هجيب اجوان، 6 ايام مش هجيب اجوان بالمنظر ده. لو كنت بتتفرج على اي فريق تاني مدغشقر مع احترامي الجزائر وانت هتحس الفريق رايح في خطوره، لكن انت ما عندكش. انت عندك فين الشوطه اللي اتشاطت من خط الوسط فيها خطوره؟ فين الهجمه المنظمه اتلعبت بالراس راس الحربه جابت عملت خطوره؟ ما فيش الكلام ده. ده راجل محترم جاي كان جاي صيف عندنا برضه مش غلطته. ما احنا قلنا ده لو عزمتك على المصيف هتيجي. ده اكيد، ما ده اكيد. ما انا بقول حاجه كده، الاخ هنا بريده محترمنا ليه وشخصيته محترمه والاتحاد السابق المحترم، هو لو في ذره تفاهم واحترام ما كانش حصل اللي حصل. كانت الناس على الاقل قالت الراجل ده قاعد في بيتهم ما بيشتغلش ليه؟ بقول لحضرتك برادلي بعد ما سابنا راح فين؟ ما دربش، درب في درجه ثانيه في امريكا ولا بتاع وفشل. الاخ كوبر راح اوزبكستان وما شاء الله خرجوا من كاس اسيا. الاخ دوت هيروح فين؟ ما حدش هيروح. اللي بيطلع عندك مش ناجح، بيطلع عندك فاشل فبيفشل في حته ثانيه. بس انت مع احترامي جيد جدا، مانو الجزيه ما نجحش مع الاهلي. مانور جيزيه ما نجحش مع الاهلي، دي بتاعت الاهلي، ده منظومه الاهلي. ما راح انجولا حصل؟ طلع من دور الثمانيه، راح السعوديه. الاهلي بينجح اي حد. الاهلي مع اي، انا قلتها مره، اي حد يعدي جنب صوت الاهلي لازم يبقى ناجح. بالظبط. مع احترامي لاي حد. بالظبط. واي الاسماء، الاهلي ده حاجه ثانيه. لكن انت بتتكلم في منظومه ناجحه. لكن انت اللي عندك كلهم ما شاء الله، برادلي او اجيري او الاخ كوبر كلهم في سجل الفاشلين. مع احترامنا للجميع. انا كاتب كده في العرب النهارده الفاشلين الثلاثه. مع احترامنا للجميع عايز ممدوح، المحترم هو اللي بيحترم الناس. ده اكيد. هو اللي بيخاف على الناس، هو اللي بيخاف على المصلحه العامه. لكن غير كده انا في نظري ما بقاش محترم بصراحه. لكن عموما انا اتمنى ان يبقى في محاسبه، مع اني شايف الدنيا عاديه جدا. لا لا الناس بعد البطوله يعني. بعد البطوله يعني انت عندك ضيوف. تمام. ما ينفعش تتكلم دلوقتي. اكيد. يعني بقول لك الكلام ده يعني موثوق بيه بعد البطوله، لان انت بتتكلم في بطوله ليها مردود. انت لسه الاتحاد الافريقي يعني كان نفسك برضو تبقى البطوله بتاعتك وشكلك حلو وانت مصر. يا جماعه احنا مصر، يا جماعه مصر الكلمه دي في افريقيا في 4 شهور تحسها في الغربه. الكلمه دي يا كابتن ميوت تحسها في الغربه وحضرتك سافرت وعارف لما تقال كلمه مصر في اي في الغربه اتفرج على الناس انت وجهك عامل ازاي. انت انا حضرت اولمبياد الصين الشباب 2014 خدنا فيها 11 ميداليه وعلم مصر بيرتفع. انا جسمي كان بيقشعر. البلد دي ما تحسش قيمتها في الغربه. بالظبط. قيمتها لكن الناس اللي عندك في الاتحاد الكوره. لا 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 ناس. ففي حساب جاي. اتمنى. لا لا ده 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 دي معلومه. انا بتمنى عشان المصلحه العامه مش عشان يعني نشفت. احنا عمرنا ما بنشفت حد ولا مش حاجه بالشمال. هو الناس اجادب واحنا بنظلمهم. لكن لازم يبقى في حاجه نقول يا جماعه في عبره. في حاجه اسمها مصلحه عامه، في حاجه اسمها انا ماسك حاجه جامده جدا في مصر وليها صوره ومرايه للوطن العربي وافريقيا والعالم كله. العالم كله بيتكلم على افتتاح. ما ينفعش العالم بقى يتكلم ان احنا عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا. فندم الجاليات الجنوبيه بره بتتكلم على ايه؟ ان انت مصر خرجت من قدام الاولاد في دور 16
يعني قالت لك التنظيم بتاع كل، بس منتخب مصر اللي فيه محمد صلاح نجم ليفربول اللي جاب دوري ابطال اوروبا خرج. ما ده اسمه زعلك، لازم يزعلك. انت بتتكلم في منتخب بلد، مش بتتكلم في فريق، انت بتتكلم في منتخب بلد بيمثل بلد. وفضل الاخ اجيري مفترض يعني كان سمعته قبل كده راجل مدرب كبير، فين الكلام ده؟ اتحاد الكره بيحاسب مين؟ ماشي، ما هو باين قوي يا استاذ ممدوح ان كان هيحصل فشل يا جماعه. ما انا بقول لحضرتك احنا قعدنا نطبطب ومنلم الليله ماشي علشان لكن كان باين. ما هو كان انا ما نتفاجئش بقى، انا مش مفاجاه. انا قلت حاجة ايه؟ قلت ربما كانت مفاجاه بالنسبه لك بجد والله بامانه. لا وبس قلت ايه حاجة برده ايه؟ عارف تفاءلوا بالخير. ايوه سيدنا طبعا تجدوه طبعا. فانت بتقول ربنا ربنا ينفخ في صدرك. طيب ما انت حتى دول اربعه، انا كنت شمال اكتر من كده. قلت لهم ما حد جنوب افريقيا تالت وقع. هم عملوا جنوب افريقيا ايه بقى؟ عمل لك مقاله كبيره قال لك مصر بتواجه جنوب افريقيا، فقال لك جنوب افريقيا ممكن هم بتوع جنوب افريقيا عاملين كده المقال، ممكن نعمل زي البرتغال في يورو 2016 كانت طالعه تالت تالت، فاحنا نكسب مصر ونكسب ما اعرفش نيجيريا ونكسب. فهم مش حد يسمع، لكن انت بتتكلم ايه؟ كان نفسك دول اربعه فتبقى البطوله برضو في بلدك. كده ما حصلش. نيجي بقى على المسخره اللي حصلت في المعسكر، نيجي على الخروج على مصر النصر اللي حصل في المعسكر، كل ده برضه زعلك. مفيش ربط، مفيش ربط. كابتن سليم زكي كان بيقعد في المعسكرات ويشوف كده، يقعد كده في اي حته في الفندق، هي اللعيبه يتكلم معاهم ويعمل معاهم 2006 2008 2010 في ثبت وربط. لكن انت بتتكلم لك ايه؟ واحد قال لك ايه بقى؟ يعني لو كره تريزيجيه كانت جت الكلام كان هيبقى كده. شوف بقى اللي غيظك حد برضه واحد اتحاد الكوره وبالتحديد حازم امام. يعني كنا كره تريزيجيه كانت بتيجي قبل كده ازاي؟ من الدعاء اللي ربنا بيستجيب. استنى يا كابتن، وكره محمد بركات اتفضل كابتن. اقول لحضرتك لا اتفضل كابتن، احنا كنا هو في دوله في العالم بتدعي من قلبها وبتموت زي مصر؟ ما اعتقدش بصراحه والله العظيم. ما اعتقدش والله. لا والله ما اعتقدش ان الناس مع حضرتك بيموتوا علشان لا. لا. لكن الدعاوي انا مش عايز اقول بقى انتوا قطعتوها لما عملتوا حاجه ضد المنطق وضد الانسانيه وضد اللي احنا اتربينا عليه، كلنا مخطئين. الله يفتح. لكن في حاجه بقى ظهرت فلازم نقصها، نقف لازم نقول في مبادئ جماعه وفي اسس وفي عشان ربنا يستجيب دعوائنا يعني. لكن ان ربنا بقى يستغفر الله العظيم يعني قلت في اهلي بالك كره بركات اللي كانت ماتش الجزائر بتاع 2-0 مثلا داخل دي كانت كانت جت كنا ساعتها كاس عالم، ايه علاقه الدب ده؟ بس ساعتها كنا كابطال افريقيا ورحنا بعديها 2010 نهايه كانت الجابون وكادنا البطوله. فربنا كان مع المجتهد مع الناس المحترم. لكن ما ينفعش كلمه اتقالت لو كنت تزجيه كانت جت كنا الكلام. لا يا فندم هو الكلام واحد، كلمه ما تفرقش. انتوا فريق تعبان واتحاد الكره بتاعكم غير مسؤول. اتحاد الكره اللي يهمه السفريه على مين؟ البدل عند مين؟ ده رايح فين وده جاي منين؟ البدلات بتاعت الترنجات الحاجات اللي هياخدها ده اللي ماشيين فيه. الصفقات مين جاي؟ مين اللي رايح؟ ما حدش. لكن حد يفكر في نظام كوره؟ ما حد يقول. احنا قلنا يا جماعه خلصوا الدوري قبل كاس الامم، قلنا كده علشان يبقى الموسم خلص قفل كده. حد اتكلم الاهلي بيبص لمصلحته هو. طب ايه مصلحته؟ مصلحته ايه يا فندم؟ احنا داخلين افريقيا يا فندم. احنا عملنا تحقيق قلنا يا جماعه ينفع؟ قال لك ما ينفعش. يعني ايه بطوله تقف شهر وانا بتكلم في نهايه الدوري واكملها بعد كاس الامم؟ ماتشين او ثلاث ماتشات ده ينفع؟ وده بيحصل في حته يا كابتن؟ ما بيحصلش. انت شفتها في اي حته ان بطوله محليه تقف شهر عشان بطوله قاريه مقامه عندي وكاملها بعد كده وبعد كده اخد استراحه عشان الموسم الجديد؟ لا لا لا، هرجله هرجله بصراحه. احنا عملنا كل حاجه لا يتقبلها العقل ولا بالظبط. ودي النتيجه ودي المحصله الطبيعيه، انت في الاخر بتدفع ثمن. مش انت بقى اللي بتدفع، الاتحاد الجمهور المصري المشجع المحترم. مين لكن الاتحاد ماسك نفسي والله ايده في ميه. لا لا انا بقول حاجه، ايديهم في ميه بارده. كمان اللي يضايقك ويغيظك ان اقول لك اصل احنا ما استفدناش، احنا اتضرينا. اتضر في ايه بقى؟ نفسي حد يقول لي اتضر في ايه؟ لا ما استفدتش. اتضر في ايه؟ ممكن اقول لك استفدت في ايه؟ يقول لا لو جبنا الاستفاده هنجيبها يعني كتير جدا. لا لا لو اتكلمنا على الاستفاده الملف طويل، لكن المحاسبه جايه يا كابتن مين؟ حد ابسط ابسط حاجه لما الكابتن الخطيب ومجلس النادي الاهلي الموقر قال يا جماعه اخلصوا الدوري عشان هيبقى في مشكله. واحنا كنا في ظهر في مشكله في ده غير منطقي يا جماعه. ده كلام منطقي وكلام فير وكلام للمصلحه العامه. فدي واحنا اول اهلي بيتكلم على حاجه. لا اصل احنا واحنا نعمل واحنا نتكلم واحنا طب احنا خدنا ايه بقى دلوقتي؟ ولا حاجه. انت 31/7/6 كان كده مقفول رسمي وقانوني وشرعي. مع ان لا مريده ولا غير مريده. خدنا وعود. فدي مال الدموع. ما انا هقول لك بقى احنا خدنا وعود والاتحاد موجود. الاتحاد مشي الوعود راحت. يا فندم خلصت. فيها في حاجه؟ يعني حاجه مش عارف. لا مفيش حاجه ولا في حاجه ان هو لا يستطيع الكاف ان يمد حياتك القيد الا المده دي بس.
ليه؟ الكيت في اي حته في العالم 31/8 بيخلص، الناس مش فاهمه كده ليه؟ هو اخر معاده كده. فانت وكاف قال لك بقى استثناء عشان مصر ضغطت ومصر قالت تنصر البطوله في 4 شهور لا يا فندم، فحصل مشكله فاحنا لازم نقول استثناء يعني نوعا ما. تنظيم البطوله ده شرف لينا عشان احنا افارقه وبنتشرف بالقاره دي، واحنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله شرفنا القاره في تنظيم منقطع النظير. ده كلام الناس مش كلامنا. ده كلام الناس كلامنا عشان ايه؟ شايف استعدادات وتنظيم وحاجه. لكن يقول لك عندي لوائح وعنده انا ماشي بيها، هعمل لك استثناء يجي السنه الجايه الكاميرون وهي بتنظم تقول لك انا عندي بطوله فممكن بقى كده خلاص بقى اشمعنى مصر؟ فالكلام مش منطقي. فابريدا بيقول كلام لا مش منطقي. مش منطقي الكلام اتقال اساسا. طب انت بتشوف الناس اللي كانوا مش هقول بقى يعني تطبيل والكلام ده يعني خلينا نخرج بره الكلام ده، لكن الناس اللي كانت بتدعم الاتحاد وبتدعم قراراته ودايما بيبرروا القرارات دلوقتي هم اول الناس اللي بيقولوا لازم نشنقهم اساسا. ايه بقى عشان احنا بدانا يعني فاضل لنا شويه عقل وخايفين عليهم؟ لا اصل دول بياكلوا على كل المواعيد يا كابتن. يعني انا كنت بكتب مقالات في الاهرام فهاجم اتحاد الكره، بيجي حد من الزملاء يقول لك يا عم وبتاعك، انا بقولهم انا بتكلم بكتب كلام منطقي ولا انا باجي بحاجه كده زي لا ده كلام منطقي واخد حاجتك. فالناس دي مع احترامي ليهم دول على كل المواعيد كان حاجه عارف طبعا ونصاحب من بعض. لكن طب استاذنك يعني لازم نرحب بفاكهه الكره المصريه الكابتن علي ابو جريش. حبيبي مساء الفل عليك يا ابو كباتن. اهلا ازيك حميد؟ ازيك كابتن؟ حضرتك طيب وببقى يعني سعيد جدا لما بسمع صوت حضرتك ودايما منورنا كده ومشرفنا. الله يكرمك يا ميدو سلم لي طبعا. استاذ ممدوح فهمي. استاذ ممدوح سلم لي عليه طبعا. كابتن ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. اهلا بيكم. اهلا بيك يا كابتن ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. اكيد يعني مش هيفوتنا ان احنا نعرف راي حضرتك في اللي بيحصل في الشارع الرياضي المصري تحديدا. ايه اللي بيحصل في الشارع الرياضي المصري؟ الخروج 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 من افريقيا. خروج من افريقيا يعني شايفه طبيعي لان احنا ما قدمناش في الاربع ماتشات ان احنا ما ركبناش ولا ماتش في الاربع. يعني ما كناش احنا الافضل في الاربع ماتشات. فبس يعني ده وضع كده. انا شايف ان برضو الاعداد كان مش كفايه. الاعداد كان ضعيف جدا واللعيبه انضمت متاخر وكده يعني كان شايف ما كانش فيه الانسجام اللي مطلوب، ما كانش فيه اللياقه المطلوبه. عايز تكسب ازاي؟ يعني عايز تكسب ازاي وانت اصلا ما عندكش لا ولا عندك بدائل على مستوى عالي، عندك مشاكل في مكان راس حربه. ده اهم مركز في النهارده اللي بيترجم كل السيطره والكره دايما بتبقى عند مكان راس حربه. فانت ما عندكش لغايه دلوقتي حد تقدر تقول عليه هو ده الاساسي بتاع راس حربه. بالظبط. مع كل تقدير اللعيبه اللي موجوده. لكن طبعا ما عندكش ده وده من المراكز المهمه جدا يا ميدو. اكيد. بس. اكيد يا كابتن. انت عندك مشاكل؟ عندك مشاكل. زياده على ان انت برضه انا شايف ان في لعيبه ما كانتش جاهزه قوي، اعدادك ما كانش قوي قوي، يعني في بعض اللعيبه برضه بعيد عن المستوى الدولي يعني ما تقدرش تقول بس فما يعني انت شفت الفرق عامله ازاي؟ انت شفت الفرق ما عادش في فرق في افريقيا ضعيفه. ما عادش في فرق في افريقيا ما لهاش مخالب. انت شوف مدغشقر بيلعب النهارده دول يعني الاربعه، شفت كل الفرق اللي احنا بنقول عليها صغيره وكده كلها لعبت وادت ولعبت بشكل يعني مفرح يعني وادت بشكل كويس. بالظبط. فمفيش ماتشات ضعيفه في افريقيا دلوقتي. يعني بالنسبه لحضرتك ما كانش مفاجاه ان احنا نخرج؟ لا انا مع الاداء. لا انا كل مره اقول الاداء هيتحسن، الاداء هيبقى افضل، اللعيبه عدت المرحله الاولى فان شاء الله الناحيه البدنيه تبقى كملت شويه مع الماتشات الثلاثه اللي اتلعبت كل مدى. فطبعا لقينا طبعا رغم انه برضه يعني طبعا الاخطاء الفنيه طبعا في اخطاء طبعا كثيره في يعني في الاختيار طبعا لو دليل ان هو لما اتزنق ما لقاهمش ما لقاش اللي هو عايزه. طب ما انت في لعيبه ما خدتهاش. اخطاء في المباراه نفسها طبعا. اما انا لقيت نفسي انا فاضل 4 دقايق والشوط يخلص الشوط الثاني. طب ما انت في ملعبك ما تاخد نص ساعه. انت جازفت في وقت لا يحتمل المجازفه. بالظبط. طلعت ولعبت وليد سليمان وطلعت النني وسبت فتحت نص الملعب كله في الوقت اللي انت كنت محتاج حد كمان واحنا كاملين في نص الملعب كانوا هم المتسيدين. فالنهارده انت ليه بتجازف بدري كده؟ ما انت عندك نص ساعه تلعبها بعد كده. وحتى لو هو الفرقه راكبه الماتش انت ممكن توصل لضربات جزاء زي ما حصل النهارده مع الجزائر وحصل قبل كده
مع تونس وغانا، ما غانا كان راكب الماتش، لكن تونس نجح تكتيكيا ان هو يوصل الماتش ضربه جزاء. مش عيب ان انا اوصل الماتش ضربه جزاء او اخد النص ساعه مستعجل على ايه؟ وهو الفرقه اللي قدامك كانت واقفه دفاع منطقه عشان تزود الهجوم بالزبط. يعني كانوا واقفين متمركزين قدام جونهم. لا خد النص ساعه اضيع كده ولم الامور، لان هم في المساحات الواسعه هم احسن، وانت فاضت لهم المساحات. لو انت لميت الامور دي ولعبت حتى حد في نص الملعب تاني، حتى لو طلع النني وطلع، ممكن تساعد مع طارق حامد. ما ينفعش عرض الملعب ده كله يلموا لعيب واحد بيدافع بيده. اكيد يا كابتن. لا لا خطا قاتل طبعا، يعني تغيير في وقت غير مناسب ومجازفه مش مطلوبه ومش في وقتها. يعني انت فتحت الملعب كله عليك في اخر خمس دقايق، طب ما تقفل وتاخد نص ساعه. بالظبط بالظبط، كلنا كنا بنتكلم في التغييره دي، وكان باين من اول الماتشات يا كابتن علي ان تغييرات فيها علامات استفهام كبيره جدا، من اول ما طلع تريزيجيه وصلاح ودخل صلاح في العمق، يعني كان باين ان في لخبطه. لكن يا كابتن علي بخبرتك الكبيره جدا واكيد راي حضرتك مهم جدا للمشاهدين، هل هي مشاكل فنيه بس ولا مشاكل اداريه كانت تمثلت في اختيار؟ لا انا ماليش، بص انا عمري ما اخش في مشاكل اداريه، دي مش بتاعتي. اوكي. انا راجل بتكلم في مشاكل فنيه او لكن المشاكل التانية دي بقى اللي ده وكده دي مش يعني. لا انا قصدي في اختيار، انا قصدي في اختيار المدير الفني يا كابتن. ما عنديش معلومه اكيده وما عنديش اي حاجه اقدر اقولها واجزم بيها. لا انا بتكلم في اللي انا شفته من الناحيه الفنيه. انا قصدي المعايير في اختيار المدير الفني اللي دايما بنقع فيها. ما برضه ما يعني ما اعرفش، انا ما اعرفش الظروف ايه، لان هو كان بادئ كويس اميره، وكان بادئ كويس وكان مختار عناصر صغيره في السن، اذا كان عنده استراتيجي معين. والاستاذ عبد المنعم طبعا يعني معايا، وكان ما واخد لعيبه صغيره في السن، قلنا ماشي ده كويس، على اعتبار ان هو كان واخد اربعه او خمسه من المنتخب الاولمبي. وبعدين بدل الكلام ده في الاخر وبدا اجيب لعيبه مع كل تقديري ليهم فوق السن، قال يبقى انت غيرت الاستراتيجي بتاعك، انت كنت عامل وكان قلنا خطوه كويسه، وبعدين جبت لعيبه فوق 30، فمش عارف هل حد اثر عليك؟ هل في حد يعني ما اعرفش. فانا ما عنديش الاجابه الصحيحه عشان اقدر اقول، لكن اللي انا شفته انا بتكلم عليه. اكيد اكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نجم الكره المصريه وفاكهه الكره المصريه ونجم الاسماعيلي السابق كابتن علي ابو جريشه، دايما منورنا ومشرفنا وحاجه يعني نجم كبير. لا طبعا انت بتتكلم وراءه مؤثره جدا، ما بحبش اخوض في تفاصيل جانبيه. يعني كابتن علي انا عارفه، بس انا حاولت اجيبه يعني كده، فهو زي بس هو اجيلي ما بداش كويس زي ما يعني هو بدا بدايه خادعه يعني. انت كنت بتلعب ما بتشوفش الجون الثاني، فشفناه كتير يعني ما بنشوفش حارس المرمى مع كوبر المنافس، فلما شفناه كتير في اول ماتش كان محروم من حاجه، وبعدين يعني لكن انا ما شفتوش ماتش تونس كسبان 3-2 هيكفاك تصفيات افريقيا. بالظبط انت كسبان برضو بشكل مش كويس يعني، مش ما شفتش ان احنا لينا انياب يعني. هو تحول الهجوم ده كويس كل حاجه، لكن هو ما ادانيش برضو احساس بان هو مدير فني جامد قوي او يستحق. لا مش هيرفي رينار، مش جامد بالماضي لا خالص يعني، بس لكن هو بامانه لا ملوش علامه، بدين اول اختبار قوي هو فشل فيه. هو يعني واضح كابتن على حاجه، وكان ممكن يكون مكون فريق صغير وحاجات زي كده، لكن لما جه كاس افريقيا ده اكد كلام بيقول لحضرتك عليه، انه قال له ايه البطوله مش طالبينك تاخد البطوله، كون فريق فابني فريق ده ياكد كلامي اهو يا ابني فريق. فلما جت البطوله في مصر اقول عايزين بطوله، طب لما عايزين بطوله بقى لك انت اختار بقى بيست اوف ذا بيست افضل الناس. رمضان صبحي عندك ما يتسابش، رمضان صبحي كان ثاني، عبد الله جمعه في بكليف، كهربا محمد كهربا يعني نتكلم بقى مان. يعني في لعيبه يبقى ازاي انت ما شفتش؟ انت بتاخد الناس اللي هم دول الناس شايفاهم يعني، الناس كلها بتشوف وانت ما بتشوفش، ما دي غريب، لكن ده اكد كلامي وكان بيبني فريق رائع. بس انت دلوقتي هدفك تحول، يبقى خد بقى الناس الجاهزه عندك، خد رمضان، خد كهربا، خد مش عارف مين، يعني هم اللعيبه دي تتشيل، ده ما حصلش، انت واخد ناس برضو مش ما تشيلكش. هو مين اللي ممكن يكون اتفرض عليه؟ لا مين اللعيب اللي فوق ال 30 اللي لعب مش يعني وليد سليمان بس هو اللي كان بره ودخله. وليد سليمان كان بياخد اخر ربع ساعه يعني، ما كانش اداؤه مؤثر قوي. عليك نور. مش عشان وليد اهلاوي ولا حاجه يا جماعه، والله العظيم انا بتكلم. وليد لعيب كبير، اختلفنا واتفقنا، انت دايما بتتكلم في منظومه بتبقى دايره، بمعنى ايه؟ محتاج وقت تنصهر. كابتن علي قال نقطه في منتهى الجمال، قال غياب الانسجام. وده كان واضح، فوليد لو كان واخد وقت كبير، كابتن علي برضه قال نقطه برضه غريبه، قال لك ايه؟ فتره الاعداد مش كفايه، مسؤوليه مين؟ المدير الفني. طيب ده بعمل له ايه؟ يعني انت قال انت طب ده رقف شهر
وحد قال لك يا عم لا يا عم ما عادش كده، انت طلبت الدوري يقف في اول سته وهنستعد امين ونأجل كذا حاضر يعني يعني اكتر من كده ايه تاني؟ والناس محساك وفاهماك سواء بريده او الاتحاد الكوره، يا عم البطوله مهمه، يا عم الجمهور عاوز البطوله، كل ده ما يدكش احساس، ده انت واقف قدامي على خط خط محترمي خط الملعب، مفيش توجيهات، مفيش تعليمات، مفيش اي تغيير بيتقال، مفيش حتى يعني لا فلان اقفل او فلان اضغط، الكلام ده ما بيحصلش، زي ما الحاج كده التغييرات حتى متاخره مش مؤثره، انت بتعمل ايه؟ والبدلاء اللي عندك ما شالكش، بفضل ايه تاني؟ لكن انت النهارده بتبص على ماتش الجزائر مثلا كوت ديفوار، التغيير اللي بيعمله بالماضي او حتى مدرب كوت ديفوار من كاميرا بتحس ان هو بيفرق معاه، يعني عجبني زميله احنا قاعدين بره في كنترول قال لك التغييرات اللي عملها مدرب كوت ديفوار الشوط الثاني واسلوب اللعب الفريق بقى اكتر خطور، يعني في مدرب بيقول، لكن انت بتقعد 90 دقيقه ما بتقولش اللي انت عملته ماتش جنوب افريقيا يا جماعه اضغطوا وسبت لنا ملعب ورا هو جت اول هجمه سريعه خلصت الناس، طب عوض بقى انت فيش ده الفرق بين بقى محترمي مدير فني بيفهم بيقرا صح ومدير فني محترمي يعني ما عندوش فكره. كنا بنتكلم بقى عن الاعلاميين او الصحفيين ايا كان اللي كانوا يعني بيدعموا بشده تمام قرارات وبيدعموا اجري وبيدعموا قرارات اتحاد الكوره ودلوقتي هم اول المطالبين بالتحقيق والشنق والاعدام وي 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 اللي كانوا بيدعموهم قبل كده، يعني ما خدناش يعني حتى ما خدناش فاصل. من غير زعل كنت بتكلم مع محمود صبري حضرتك عارفه طبعا رئيس القسم وحد من الناس الجميله في مصر. فبيتكلم الاعلام قلت له احد اسباب كارثه الرياضه المصريه بصفه عامه والكره المصريه ان بعض الاعلاميين والصحفيين محترم الكلمه العامه مع الرايجه. يعني سيادتك قاعد في مكانك وبتاع ومدعم وفي مصلحه او ارتباط مع حضرتك. سيادتك مشيت وكذا ضد حضرتك. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ لازم يكون في معيار، لازم يكون في يعني محترم. واحنا كمشاهدين انا ببقى لما ببقى بره التلفزيون او بره الاستوديو ببقى مشاهد. تمام. ببقى عليا برضو دور، ليا دور. طبعا. صح؟ وعليا لوم. الكلام اللي بيقوله حضرتك لازم استوعبه. وعليا لوم. طبعا. ان انا بتفرج على نفس الناس اللي هي بتلبس وشوش وبتقلع وشوش. برافو عليك. لازم اعمل اكس زي ما قلت للناس امبارح. لازم اعمل عليهم اكس خالص. لازم بمعنى اللي بيطلع من ما هو الكلمه دي امانه اللي بيطلع من حضرتك بيوصل للناس بيأثر فيه بيأثر في الجيل الطالع انت راجل بتخاطب ملايين لو احنا شعب اصلا اصله طيب قلبه جدا طيب. جدا الكلمه بتدخل قلوبنا بتودينا بالزبط. ودي حاجه لما يتوسم فيك ان انت صادق معاه لكن ليس كل ما يظهر على الشاشه هو صادق المشكله كمان ان هو ما بيطلعش كده على طول ان يعني هو بيطلع بكذا وش بالظبط كده واحنا بنرجع نصدق تاني ما انا بقول حاجه دي مشكله فعندي تعمل انت بقى ايه لازم يعني لازم حاجز لا الراجل ده انا صدقت معاه قبل كده صدق معايا ما صدقش الراجل ده ما جه اتكلم معايا مره واثنين وثلاثه ثلاثه وعشرة وعشرين يعني هذا محترم يطلع اتحاد كوره يكلمني هقول له انت نجحت في ايه؟ ما هو انت نجحت في تتكلم هاخد منك كلام ازاي؟ ما هو دي نقطه مهمه جدا لما ده محترمي مدرب مش ناجح كمثال ويطلع في الاعلام يحلل مدرب اخر واخد بال سيادتك وينتقده انا هصدقك ازاي؟ انا كمدير فني هصدقك ازاي؟ انت على الورق شاطر وزي الفل وتيجي في الملعب ما تقدمش حاجه يبقى ازاي اصدقك؟ ما هو معيار النجاح ايه؟ ابقى ناجح هنا وناجح هنا، ما يطلع مدير فني ناجح يتكلم على واحد تاني اقول اه ده راجل تعظيم سلام، لكن ما يكون مدير فني مش ناجح بيتكلم نفس الحكايه الاعلامي، انت بتتكلم كلامك ده واصل ليا تبقى امين فيه، يعني تعرف كل الحقائق وغير التزويق وغير مفيش مصلحه، لكن للاسف احد اسباب كارثه الرياضه المصريه والكره المصريه خاصه ان التوجهات والانتماءات والمصالح اللي بتحكم غير زعل لا من غير زعل ايه انا بقول لحضرتك بقى انا كلها عارفه كده ودي وسبب اللي احنا فيه ده هو اللي بقول عليه انا بقول لحضرتك انا فوجئت مش فوجئت فوجئت رئيس الاتحاد على كرسي ونائب رئيس الاتحاد على الكرسي قصاده وجنب عضو مجلس الاتحاد وبيناقشوه عن البطوله وتنظيمها واتحاد الكره ينفع هل ده منطقي طب كيف اديرت الازمات في الاتحاد لا يا فندم هو قرار واحد قرار مهندس هاني مهندس هاني هو اللي كان بيقول يعني انا ساعتها نقول شمال شمال يمين يمين مش حد تاني مجلس اداره محترمي ليهم كلهم بلا استثناء بس لا هو كمان ساعتها ماشي الدنيا ويعني انا لا يعني مع احترامي مش 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 ادعي عليه هو ثاني راجل محترم وكل حاجه لكن قال فرد الواحد لا هو شايفين الدنيا ماشيه ازاي بدليل كم موقف اتخذ ضد الاهلي الموسم ده مش انا مش عايز اتكلم على التهديد عشان ما يقولوش انا هتكلم انا تمام ضد الاهلي انا بتكلم في الازمات كيف وديت الازمات المعجلات اللي اتعملت الاهلي ازمه الاهلي ازمه الزمالك ازمه كذا ازمه شهر فبراير مواجهات الاهلي اتلعبت ورا بعض حصل؟ حصل اشمعنى مع الانديه الثانيه؟ ما حصلش اجلنا الدوري بعد كاس الامم
تمام؟ والاهلي يا جماعه ما ينفعش يا جماعه القيد، قال لك لا ما تقلقش من القيد، ايه اللي حصل؟ المساله مش ان انا بناطح مؤسسه كبيره اسمها الاهلي، لا مساله بحكم العقل. انت لا انت بتناطح الصح. لا انا بتكلم عن هم الصح. هم أيوه عايزين يناطحوا هم بيناطحوا عايزين يقول لك لا احنا دايما بنتكلم في الصح. احنا اكبر من الاهلي، ما هو مش اكبر من الاهلي يا عم بالزبط. انت اتحاد الكوره اكبر حاجه في المعروف، لكن لما الطرف الثاني يتكلم صح لازم اسمع، لازم اشوف الادرس ده اللي بتكلم فيه، لكن مش ان انا افرد عضلاتي واقول لا ده الاهلي مين، احنا اتحاد الكوره. الموضوع مش كده. هو كابتن صالح رحمه الله عليه لما جه ماتش المقاولين لو سيادتك فاكر والاهلي ما راحش وقال لك مش هلعب، حصل وكان بيتكلم غلط والاهلي ما راحش فعلا، قال لا لان الاهلي بيبقى ماشي تبع لوائح وقوانين بيمشي على قطر كده وخط مستقيم بالظبط. فاتحاد الكوره ما تجيش لا تقول لا انا الاهلي فانت مشكلات الاهلي، لا الاهلي كبير بس انت بيتكلم صح. الاهلي لو مش بيتكلم صح قول لي والله الغلط كذا عادي جدا وادي نتيجه. اللعيبه النهارده هتقعد من النهارده من ساعه ما خرجنا لغايه نهايه البطوله، فين بقى المسابقه؟ ايه الاستفاده انت خدتها؟ اي انديه خدتها؟ محترم اللي بعد الانديه كانت بتطالب اصل عشان اللعيبه بتاعتنا تيجي، طب اللعيبه عندها اتصابت وفي لعيبه موقوفه ازاي الحال؟ الانديه الثانيه كانت قالت لك اصل عشان لعيبتنا تبقى جاهزه، طيب في لعيبه ولاعيبه اساسيه اتصابت يعني محترمي سامحني في كلمه ربنا ما يتعاندش. انا معاك انا معاك ربنا ما يتعاندش انا معاك. انا كنت بحس اللي هو ايه يلا نعمل مشكله عشان نحلها ويقولوا ان انتوا اللي حليتوها. انا بس كده وصلت حضرتك انا اقول هي كده. هو عايزين نبين الناس ان احنا شجيع السيمة مع ان المشكله من عندك انت، من عندك انت مشكلة. انت عامل جدول التزم بيه، انت عامل مواعيد التزم بيه. راجل يعني والاهلي اتكلم في ايه؟ الاهلي يقول لهم انا عايز التزم بمواعيدكم. هو قال كده الاهلي قال كده طب احنا كنا ما انا بقول واحنا قلنا ده يا جماعه مش هينفع تاجيل الدوري. جاء قال لك اصل لعيبتنا، طب ادي اللعيبه اتصابت ها زي الحال، لعيبه في المنتخب اتصابت غير ما يلعبوا حتى واتصابت زي الحال، كنت لعبت بقى انت بيهم ساعتها هم جاهزين. الله مشكلة كبيرة جدا مش عارفين نخرج منها ازاي. لا حياة كورة متفرغ لاتحاد الكورة، الرولز واللوائح تتطبق زي اي حتة في الدنيا يا كابتن مين. هو احنا بنخترع العجلة للاسف يا استاذ ممدوح. انت لما تيجي تتكلم ما انت زمايلك هتتكلم تقول يا جماعة ما ينفعش اللي بيشتغل في اتحاد الكورة يطلع يتكلم يعني ايه هو زميلي الكلام مننا احنا صعب، لكن انتوا لازم برضو يبقى ليكوا دور كبير جدا وضغط كبير جدا ان انا لازم ابقى متفرغ لشغلي. ما ينفعش ان انا يعني إيه ابقى هو انت حياتك عضو اتحاد كره؟ هو زميلي ده يبقى يعني زميلي انا صحفي مثلا او كذا، لكن مش زميلي اللي شغال اتحاد كره. مين قال كده؟ هو اعلامي هتشتغل عضو تفرغ لواحده فيهم بالظبط. انت راجل يا عم شايف ان انت اعلامي شاطر قدم استقاله من اتحاد الكوره، اشمعنى يعني كابتن هاب ليه قدم استقاله من اتحاد الكوره واشتغل مدير تنفيذي مقابل 45,000 جنيه في الشهر؟ اشمعنى؟ يا والله ما انا تعبت. انت تعبتني النهارده على فكره. لا اصل بص حضرتك الواحد دم محروق، فيعني اذا كنا بنفصل حاجات على مقاس ناس معينه هو استقال عشان بلا يشتغل مع بلاش يعني نعم يعني اللي استقال بيشتغل في اتحاد الكوره برضو بس بيروح من مركز لمركز. هادي كان عضو مجلس اتحاد الكوره تطوعي فمش قال لك لا هيستقيل ويشتغل مدير تنفيذي عشان 75,000. مش انت هتشتغل اعلامي؟ استقيل يا فندم اتحاد الكوره. مش هي؟ وده انا بتكلم غلط بالظبط. طيب مش هي ونفس الشطرنج؟ ما ينفعش ابقى قاضي ومتهم في نفس ينفع؟ الوقت. ينفع؟ خالص. طيب خالص. انت ستك عاوز تشتغل اعلان وشايف نفسك راجل محلل ومذيع ما جابتوش يعني حد. خلاص يا فندم قدم استقالك ودعم واشتغل. هو انت بتشتغل في اتحاد بتشتغل في الاعلام ليه؟ لولا ان انت في اتحاد الكوره. طب انت بره اتحاد الكوره خلي حد انا محترم يرفع السماعه ويكلمك. يا جماعه نتكلم معايا كلام منطقي يعني نحترم عقول الناس. نحترم عقول الناس. انت في اتحاد انت بره اتحاد الكوره سين او صاد بيشتغلوا في معاه الاخبار برضه حصري وكده ولا يا فندم انت بره اتحاد الكوره بقى مفيش دخي بقى صح ولا غلط؟ اشمعنى بقى قبل ايه ده؟ وعين محترمي وانا اسف لو اقوله في معسكر منتخب مصر او في روسيا مشاكل وفضايح في معسكر منتخب مصر كان بيخش على محمد صلاح ويصوروا معاه وهاب لقيته مدير منتخب. مشكلته في فضيحه اللعيب اللي اتورط في المشاكل دوت وهاب لقيته مدير المنتخب. ده مسؤوليه مين؟ كابتن جوه رحمه الله عليه يقول لك ايه بس؟ كان بيعدي على اوضه اللعيبه غرف اللعيبه عارف اكيد انا مش يعدي ويويل بقى لعيب صاحي يا ويل لعيب مثلا كذا. رحت له مره معسكر كنت بسجل معاه فهم سجلت معاه هو كابتن فعمل لي ازاي؟ انت لعبد الظاهر السقا بقول له كابتن قال لي سجل معايا
ده كابتن جاري والله يا كابتن ميدو اقسم بالله. فقلت له طيب حاضر يا كابتن، انا فهمت دماغه ايه. فقلت له كابتن عبد الظاهر بعد اذنك، كابتن جاري عايز حاجه. اه اتفضل اتفضل. ليه بقى حضرتك؟ احنا كتلفزيون او اعلام مهتمين بمين؟ اهلي زمالك. الراجل ده كان في المنصوره فعاوز يديله تقله او يعني انت مهتم عشان مستعين بيه في المباراه فيرفع روحه. ده كابتن جوهر بالظبط، ده الجنرال، ده الاحترام، ده الحد اللي هو بيعرف يحكم. لو جيت انا تقول له اصل اتحاد الكوره ده راجل اعلامي وانا خسرت، نعم انت بتكلم هنود محترمنا اللي هنود. لا لا كابتن، لا 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 حتى لا. الاعلانات ما عملناهاش كويس. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم على موضوع الاعلانات. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم على برضو الاعلانات والناس انتقدت الاعلانات بشكل عام، بشكل عام كانت شطيفه، ما كانتش شكل برضو مش شكل الاعلانات بتاعتنا، مش شكل اللعيبه بتاعتنا. وكمان الاعلان اللي طلع اتصرف في الاخر ده عمل ضجه كبيره جدا، لان الشركه الراعيه طلعت قالت يا جماعه ده الصوت متركب. بس عارف يعني بررنا حاجه، لو انا مش شركه الراعيه هروح منزل الفيديو الرئيسي، ان ده هو الفيديو الرئيسي يا جماعه على طول، وده الفيديو اللي هو مفبرك متركب مفبرك صح اتفبرك. لكن هم طلعوا قالوا ان ده الصوت متركب، وناس طلعوا قالوا احنا شفنا صوت بالظبط. فقصه كبيره جدا. ما علينا من هذا الاعلان، الاعلانات شفتها ازاي برضه؟ والله شفتها اعلانات ساذجه وكلها ما شاء الله بلاها، ما فيهاش ابتكار، ما فيهاش ابداع. يعني اعلانات تحس كده حاجه اتعملت على عجله وعلى من غير تفكير، من غير يعني فوجئت. حتى الاختيار النجوم اللي مشاركين في الاعلان مش اختيار موفق، يعني كان في نجوم احق ان تظهر. محمد شناوي كان لازم يظهر في اعلان منهم، حد مش شامل حارس مرمى كبير حاجه زي كده. طلع في اعلان مع كابتن احمد ناجي لابس جوانتي كبير جدا بصراحه. شناوي الجوانتي ده كان عالمي بصراحه. براحتك. طلع كل الكور. لكن حتى الاعتذار سواء متفبرك او اصلي ده في حد ذاته ادانه مش براءه. بمعنى انت جاي تعتذر، انت جاي تعتذر بعد ما طلبتني يعني بعد ما طعمتني، انت جاي تعتذر عن ايه؟ هو انت كنت صحيت الصبح لقيت في بطوله عندك خرجت، ولا انت عارف في بطوله عندك من اربع خمس شهور؟ يعني الشكل اللي احنا شفناه ان هم اعتذروا في الاعلانات اللي اتعملت قبل البطوله. تمام. اعتذروا من الخروج على الخروج في من البطوله قبل البطوله تبدا. تمام. يعني دي حاجه متسبقه، يعني حاجه ده سبق بقى، يعني هم عاروا الغيب صح؟ ما شاء الله ما شاء الله. دي بصراحه حاجه برضو قتلتنا كلنا. بس هم بيقولوا ان الاعلان مفبرك، فلغايه لما نشوف الاعلان هل هو فعلا اتفبرك ولا لا. يعني انا مع احترامي ليهم اللي انا شفته الاعتذارات اللي اتعملت سواء من هاني رمزي او محمد صلاح اللي هو اعتذرت على تويتر تويتر زي كده، ده كان حاجات مقبوله لاني. لكن الاعلان يتم اعتذار ليه منظر ده، انا كجمهور اصفه منين؟ ده لو فضل ان هو اصفه منين؟ ولو اتعمل قبل البطوله صعب جدا، تبقى يعني كارثه. صعب جدا. خلينا نشوف او خلينا نقول ان هو كان يعني مفبرك. اه يعني لا لا ما يعني برضو مش هسلم بيه، لان برضو حتى لو كان حقيقي او متفبرك في حالتين ده ادانه ليهم مش عليهم. بدليل حاجه هم كلهم اتجمعوا عشان يرجعوا اللعيب اللي هو كان مستبعد. اتجمعتوا ترجعوه بناء على ايه؟ اشمعنى في 2006 لما ميدو استبعدناه رغم ان ميدو يعني تجاوز وانا كنت مع استبعاد، ما حدش اتجمع قال يا جماعه ميدو واس حربه وجامد جدا وبيلعب ما اعرفش حته كان في روما ولا في اي حته، ما حدش اتجمع ليه؟ ده بنتكلم عن ميدو اللي هو كان بامانه كان لعيب جامد جدا مش حد تاني. يعني اللعيبه في الجيل ده اخطاوا اخطاء كارثيه في الاداء وفي السلوك. يعني الموقف بتاعهم قال لك اصل ضغط اللعيبه، ضغط اللعيبه؟ ضغط اللعيبه مع مين يا عم؟ مع عند مين يا محمد؟ للاسف مع مين؟ لا لعيبه متشكلين، يعني لعيبه اقوى من اتحاد الكوره؟ الله، يعني اتحاد الكوره جاي قدام الاهلي يعمل طاووس وعند لعيبه منتخب قال لك لا ده احنا سمعنا كلامهم بأماره ايه؟ بأماره ايه؟ ايه يعني ليه بنفصل الغلط حسب هوانا؟ وقت ما يعجبنا لا ده غلط، ما عجبناش لا لا ده مش غلط، لا لا ده ازاي ده صح؟ صح ايه؟ صح ايه؟ للاسف للاسف. الجوانب المضيئه طيب اللي شفتها لغايه دلوقتي كتير كتير. قول لي. لا اول حاجه انا من حظي ان انا كنت في نادي الزهور يوم الافتتاح. ايه الجمال ده
التنظيم ده، ايه الروعه دي. ومن حظي برضو كان ده قلته قبل كده مع زميلنا العزيز استاذ محمد هنا، ان انا كنت قبل الافتتاح بثلاث ايام مع الدكتور اشرف استاذ القاهره. تمام. لقيت يا كابتن ميدو الاستاد دوت عباره الواجهه بتاعته متبهدله خالص، فاضل خمس ايام على البطوله. يا نهار ابيض، الناس هتعمل بينه وبينا، ده فاضل خمس ايام ومش لسه هيتثبت وبتاع. فلقيت ما شاء الله يوم الافتتاح كنت حاجه، كنت موجود حاجه كمان. ايه ده؟ ايه الشعب ده؟ ايه الناس دي؟ ايه الشغل ده؟ حاجه تفوق الخيال. فاول حاجه طبعا يعني بامانه تنظيم في جميع المستادات فوق الروعه. تاني حاجه ودي الاهم، الملاعب منتهى الجمال. يعني مكسبنا الرئيسي كما زي ما الدكتور اشرف كده مره قال لي انا مش بعمل بنيه تحتيه للبطوله دي، لا ده بعمل تحتيه لبطولات قادمه. ده شيء يشرف مصر ويساعدنا بامان. يعني اي بطوله عالم شباب جايه بتاع كده، خصوصا انت عندك السنه اللي بعد جايه كاس عالم اليد، وعندك تصفيات الاولمبياد شهر 10 الجاي للمنتخب الاولمبي. والحاجه طبعا الرابعه الاقبال الجماهيري الرائع من الدول الثانيه. يعني احنا رد اربع طيارات جايه من الجزائر تحضر ماتش الجزائر وكوت ديفوار. وبعد الاحساس بالراحه والاطمئنان واللافتات الرائعه من جمهور المغرب المحترم، جمهور الجزائر المحترم، نشكركم على حسن الضيافه والاستقبال. المنظومه دي كلها نجاح. رد الفعل العالمي في الصحف والمجلات عننا وعن طريقتنا في التنظيم، لا احنا خدنا شهاده الجوده والايزو كل السيادات خدها في الموضوع ده. ده نجاح ما بعده نجاح. فوق ده كله واهم نجاح، وسامحني يا رب، ان احنا اتخلصنا من اتحاد الكوره. ربنا يسامحك اكيد. اه لان انا بصراحه اتحاد الكوره ده من ساعه ما جونا مش مصر في خير بجد. احنا كنا انا كنت يعني في يعني كان في بوادر كده يعني. سمير زاهر رحمه الله عليه يعني حد كده كان جميل قوي. اقول لك اكتر حاجه، لما يجي نائب اتحاد الكوره يقول لك انا بقعد اسبوع ومن الكابتن هذا بريد يرد علينا، ده ينفع؟ كلم انت بقى، كنت تكلم انت رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، رحمه الله عليه كابتن سمير زاهر في اي وقت تكلمه رد عليه دوحه وتقعد تتكلم معاه ويديك المعلومه وبتاع. فكان بيعرف يحتوي، كان بيعرف يلم، بيعرف بيعرف كل حاجه، ويقول لك الاتحاد الكوره لو في حاجه، لو في صحفي كاتب حاجه يتكلم يقول له ده كذا كذا. الاتحاد الكوره ده عمال ينفض، تتكلم سيادتك وتكتب وفي اخطاء، في طبعا ناس بتدافع عنه بسبب الاخر، لكن ما حدش بيرد عليك، ياخد منك موقف وبس. يعني ايه؟ يعني يحيدك في مثلا مناسبه مهمه ما يعزمكش، في مباراه مهمه يتجاهلك، هو كده اللي هو نظام العافيه. فانا عدي يعني حزني انتخاب منتخب مصر، لعدي قلت كويس دي فرصه ان احنا نصحح الاوضاع. ففي نجاح كتير، في اجابات كتير، احنا بامانه ربنا وفقنا فيها البطوله، خففت شويه من الم او لطمه الخروج بصراحه. تمام. لو حضرتك بتختار مدير فني مصري ولا برضو هنروح في اتجاه الاجانب في الفتره اللي جايه؟ يعني انا بص حياتك الساحه عندي في كمدير فني منتخب مصر، مش عايز اقول يعني ما فيش مدير فني لمنتخب مصر اللي حاليا يقدر يعني يوصل لنفس مرحله كابتن حسن. بمعنى ان انت ما عندكش مدير فني تتشاور عليه بالبنان تقول اه ده كذا. الاسماء المتردده دايما تلاقي عليها كده ايه، انا متاسف شخبطها شويه، فلان دوت عصبي يعمل لك مشاكل، دايما يتخلق في مطشه. فلان التاني لو تتكلم على كابتن حسن ممكن نقول مميزاته، هو معروف ان هو عصبي وده لكن اعتقد ان هو الموضوع بقى يعني فتحت. انا مش برشحه شخصيا يعني. انا كلاعب كنت بعشق كل اللعيبه بتاعي. حسام حسن كان بالنسبه لنا بطل كبير كده جيلي. كمدرب كنت اقول له كده متقابل. كمدرب انا شايف ان هو فنياته كمان دلوقتي بقت عاليه جدا جدا، وبدا يسيطر بنسبه كبيره قوي على عصبيته، وده اللي بتمناه. وده ما قلت له كده، انا كنت اقول له كده، اقول له تمرير فني كويس، بس طول ما انت بتوتر وعصبي 50% مجهودك بيروح. بالظبط. انت بتوتر اللي جوه، حقوقه بتروح، حقوقك بتروح وتوتر اللعيب اللي جوه. يعني ما ينفعش تتخرج بره النص وتتعصب انت والكابتن ابراهيم. فانت بتتكلم، انت لما هتتكلم عن مدير فني كابتن حسام شيء جميل جدا، كابتن طارق العشري برضو حاجه جميله جدا، لكن انت عاوز احد. كابتن ايهاب جلال طالما بنتكلم، كابتن ايهاب جلال يعني انا بقول رايي برضه محترم عشان انا قلت حسام حسن. لكن انا بقول مدير فني اجنبي بس مواصفات معينه. ايه المواصفات المعينه؟ ما طب ليه برضو سؤال، هو سؤال مش وجهه نظر متبنيه، لا ليه ما نديش الفرصه لناس عندنا ممكن يبقوا مدربين كبيره جدا رائع، زي الاسماء اللي احنا بنتكلم فيها دي. كنت حضرتك بتقول مثلا كابتن طارق العاشري، حضرتك الناس كان امبارح بيقولوا معايا كابتن حسام حسن، احمد صديق من الاهلي اللي فات برضو. كان في نقاد صحفيين بيقولوا كابتن حسام، كابتن ايهاب جلال لا تمام عنده فنيات، مؤثر، شخصيه هاديه. تمام. حسام حسن العكس،
العكس تماما، روح عالية جدا جدا، فنيات ما شاء الله عليه، ممكن يسيطر على عصبيته، ده موضوع يسيطر عليه، لازم يسيطر عليها طبعا. مشكلة لكن لكن شخصية كاريزما، نجم كبير جدا، ده حاجة محترم. لا لا فليه لا خالص، يعني ليه لا؟ حلو. أنا كجمهور، مش أنا احنا كجمهور هنتحمل يعني لو حصل؟ طبعا المدرب المصري عنده مشكلة، احنا متحملين بلاوي. ما هو حبيبي عشان ده أجنبي، ما هو بقول لك لا إيه؟ لازم بقى نفهم، بقولك يعني لازم نفهم الصح ان احنا نجيب مدير فني اجنبي، او الصح ان احنا نجيب مدير فني مصري. ندي للمدير الفني المصري ربع صلاحيات المدير الفني الاجنبي. مين هيدي بقى حضرتك؟ لازم احنا كلنا ندعم. ما هو دمار البلد، دمار الحي لا يطرب، بقوله كده. ما هو لازم نتوسم بقى في اختيار اتحاد كوره يليق بفكر الجمهور دلوقتي اللي تطور جدا. جميل. اما اجيب حد زي ما حضرتك قلتها عليا دي، او انا قلتها، يبقى انا معاها سبورت للاخر. بمعنى اختياراتك انت حر فيها، معسكراتك انت حر فيها، كل دوت انت حر فيه، بس ما يبقاش في ضغط عصبي عليه. الاجنبي الميزه اللي فيه ان هو بيتجنب كل هذه الضغوط. طب احنا استاذنك معايا النجم الكبير الكابتن طارق العشري. طبعا حبيبي. مساء الفل يا كابتن طارق. كابتن ميدو ازي صحتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. اخبارك ايه؟ الله يخليك. معايا الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام، بيرحب بحضرتك. حياتي لحبيبي استاذ ممدوح. كابتن طارق انت جاي على السيره ولا ايه بقى ولا ايه ولا؟ حبيبي وحشتني والله. والله انت كابتن كمان. والله يا كابتن هي يعني كمان للساده المشاهدين انا بحلف لهم بالله ان هي مش مترتبه، لان احنا كنا لسه بنرشح الاسماء اللي ممكن تقود منتخب مصر، وكان حضرتك من ضمنها. كان الاستاذ ممدوح بيقول ليه كابتن طارق العاشر لا، ليه كابتن حسام حسن لا، ليه كابتن اهاب جلال لا، فبنتكلم في اختياراتنا المدرب المصري. فحضرتك يعني ما كانتش المكالمه مترتبه بصراحه، عشان الناس بس تعرف ان في مصداقيه، لكن طمنا عليك وطمنا على الحرس قبل ما نتكلم على المنتخب الوطني. والله الحمد لله الامور ماشيه كويس، وابتدينا وان شاء الله بنرتب الاوراق، ان شاء الله نعمل فرقه كويسه السنه دي، عشان ما نكررش السيناريو بتاع السنه اللي فاتت. يعني فضلنا على اخر وقت بننافس على البطولة، والحمد لله ربنا نجانا. السنه دي ان شاء الله باذن الله نرتب الاوراق بشكل كويس، نقدر ندعم بشكل كويس على اساس من بدري نستطيع ان احنا نرجع بتوفيق حرس الحدود تاني مره اخرى. اكيد اكيد الحرس كان فرقه مرعبه يا كابتن طارق، وكنت عامل معاها يعني شغل الله كبير جدا قبل كده، والسنه اللي فاتت كمان يعني قدرت ان انت تعود معاها. ان شاء الله نعود مره ثانيه ان شاء الله السنه دي، والناس يعني الحمد لله يعني استوعبنا الدرس بشكل كويس، لان السنه اللي فاتت الصراحه الواحد عاش على اعصابه، يمكن كان معايا اكيد عايش معايا على الموضوع، عشت على اعصابنا بشكل كبير جدا. ده كل ماتش اكيد جدا على عاوزين، مش عاوز انا كمان نفسي مش مستحمل اكرر التجربه دي. اكيد يا كابتن تجربه بتبقى مريره جدا يعني بكل تفاصيلها. بالضبط. حضرتك ناوي تكمل معاهم، ولا لو في عروض جات لك اقوى ممكن يبقى في شرط حضرتك حاطه في العقد، ولا ناوي تكمل السنه مع الحرس باذن الله؟ لا خلاص انا يعني انت عارف ان انا نهايه السنه انا قلت ان انا في بعض الاشياء لابد تترتب مع مجلس الاداره على اساس استمراريتي مع الفريق. فحصل ان المجلس كان بيتشاور بشكل كبير جدا، ولذلك انا بعت، حاسس ان امكانيات النادي لا تتناسب. بعد كده الناس اتصلت بيا مره ثانيه، واحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح اكيد لترتيب الفرقه بشكل كويس جدا. انت عارف النهارده الدنيا في الاسعار بقت يعني كبيره جدا، واحنا نزلت نفسنا لنا ليميت معين يعني. اي نعم، بس لابد انك تكون على الاقل قريب عشان تستطيع انك تجتذب العناصر الجيده اللي تجيلك، عشان تبقى عامله معاك الفارق بشكل كبير جدا. احنا عندنا قوام اساسي بشكل كويس حافظنا عليه، وهندعم حوالينه بشكل كويس بقوام جيد ذو خبرات جيده، لعيبه واعدين يليقوا باسم حرس الحدود، على اساس ان شاء الله نرجع يعني ستيب باي ستيب كده للشخصيه اللي انا بقول لك عليها، حرس الحدود اللي الناس كلها متذكراها ان احنا خدت ثلاث كؤوس قبل كده، ويمكن اخر دوري قبل ما اتلغى 2010 احنا كنا الاول على الدوري. فعاوزين تاني نرجع للذاكره دي بشكل كبير، مش هنرجع لما نعد نفسنا بشكل كويس. ان شاء الله يا كابتن ترجع، وان شاء الله يرجع الحرس معاك بشكله القوي جدا اللي كان بيخوف الانديه الكبيره كمان. لكن اسمح لي اسال حضرتك سؤال مباشر يا كابتن طارق، وحضرتك بتتفرج على ماتشات المنتخب وبتقيم الاداء الفني للمدير الفني المنتخب او الاداء الفني بشكل عام، يعني بتقول لنفسك ايه او بيجي في دماغك ايه؟ شوف
في الشك احنا كلنا يعني حزانه لظهورنا بالمظهر ده، لخروجنا في وقت مبكر بشكل كبير جدا في الوقت المفترض ان الطموح على بمجرد ان البطوله اسندت لمصر، ويمكن دي النقطه المضيئه يعني في المشوار بتاع المنتخب، ان الصراحه الحكومه والاداره الرياضيه القائمه على البطوله الحمد لله احنا مظهر المشرف للوجه المصري الحقيقي بالظبط. وخلي بالك وقت قصير الملاعب يعني شيء مشرفا، الافتتاح كان شيء مشرف، حتى الان كل الناس بتشيد، الجماهير كلها بتشيد، يعني مفهوم لابد ان هم يشكروا بشكل كبير جدا عليه، وكنا نتمنى طبعا ان يواكب ده ان مصر تكون على الاقل في المباراه النهائيه. لكن خلينا نقول ان احنا يعني صراحه على الرغم ان المجموعه بتاعتنا هي الاضعف، وكان من المتوقع ان مصر تتبوأ الى المركز الاول في مجموعتها، الا اننا يعني لم نستعد جيدا لهذه البطوله الكبيره اللي اقيمت على ملعبها بشكل كبير جدا، وده واضح من خلال اداء المنتخب في ثلاث مباريات. كان الواحد يمكن بيدي نفسه مسكنات شويه، يقول ان ممكن في الادوار المهمه، يمكن دي عشان هم ضامنين، ممكن في الادوار المهمه يبان الوجه الحقيقي، لكن لما تضمن فريق منظم زي جنوب افريقيا ومش هو في المرتبه العاليه، لكن فريق مجرد ان هو منظم واشتغل على اسلوب معين في المرتدات استطاع ان هو يقصينا بشكل كبير جدا، وده يمكن نتاج لما سبق. يعني انا شايف ان احنا من بعد كاس العالم، لان انا شايف الكلام بيتكرر من بعد كاس العالم، هو الكلام اللي شايفه على الميديا وعلى القنوات وعلى التلفزيونات وبين الجماهير، نفس الكلام اتقال بعد كاس العالم، وان احنا نعيد ترتيب الاوراق وهاتوا التجربه الدنماركيه والتجربه الالمانيه والبلجيكيه، ودلوقتي الدنيا ما اتحركناش. انا مش شايف حتى في القوام الاساسي بتاع المنتخب ما تغيرش فيه شيء بالظبط، يعني هو بنسبه 90% حتى هو، ولكن يمكن مع كوبر كان ليك اسلوب على الاقل، هو دفاع اي نعم. طب يا كابتن اسمح لي اقف ثانيه واحده قبل ما حضرتك تكمل، هل لو اتيحت الفرصه لاجيري بمعسكر طويل او ايام كبيره او شهور طويله، هل كان ممكن يتغير المنتخب؟ يعني هل الراجل ده المشكله ان هو كان في الوقت ولا في الفكر والاسلوب ولا في العقليه نفسها؟ شوف اولا انا طول عمري بدعم تجربه المنتخب، المدير الفني المصري للمنتخب المصري. تمام. لان احنا عندنا مدربين يستطيع ان هم لو اتيحت لهم الفرصه بشكل، انا كنت اسال حضرتك السؤال ده كان لازم. وتوفر لهم الاتموسفير الجيد زي كباتننا الكبار الكابتن الجهري، كابتن حسن شحاته، كباتن الكبار دول اللي صنعوا، يعني لو رجعت بالبطولات هتلاقيها كلها مع الاجيال العظيمه دي كلها. ثلاث بطولات متكرره مع كابتن حسن شحات 2006 2008 2010، بطوله الاحراز الكابتن الجهري جنوب افريقيا طبعا يعني 98 90 البطولات الكبيره جدا اللي احرزها. فانا شايف ان لو اتيحت الفرصه للمنتخب اللي يكون له مدير فني اعتقد مصري، اعتقد انه ممكن يقدر يقود له. لكن للاسف ان بعد بطوله كاس العالم كان عامله زي انت عارف انت لما الواحد يستخبى ورا شيء فيجيب يداري وراها بالظبط كده، على اساس ان هيبقى حصل فيه تغييرات وعلى اساس ترتيبات وفي جيل جديد طالع. انا عاوز اديك يا ميدو تجربه انا شفتها حاليا، يعني في بطوله كانت بتواكب نفس البطوله الافريقيه كنت متابعها طبعا، مش عارف انت كنت متابعها ولا لا، استاذ ممدوح متابعها اكيد. كوبا امريكا عندهم دعوتين وعملوهم لاسيا، اخذوا البطل اللي هو قطر والوصيف اللي هو اليابان. تمام. اليابان داخله البطوله زي دي كبيره زي دي بمنتخب قوام ومنتخب اولمبي ومدعم ببعض اللعيبه المحترفه اليابانيين في الدوريات الاوروبيه، يعني حوالي خمس ست لاعبين. تمام. ولما بيسالوا المدير الفني قال لك احنا عندنا استراتيجيه واضحه، احنا بنعد جيل قادم هيقود اليابان في 2020 اولمبياد طوكيو اللي هي هينظموها، بالاضافه للبطوله البطوله الاسيويه، بالاضافه لتصفيات كاس العالم. يعني الجيل ده دلوقتي هم بيعدوه، فدخلوه بطوله زي دي كبيره وافقوا ان هم يخشوا بغض النظر عن النتائج عشان يثقلوهم بشكل كبير جدا ويدوهم خبرات
بشكل كبير جدا مجموعه من المباريات لو هم حبوا يتعاقدوا عليها عشان يعملوها هيدفعوا مبالغ كبيره جدا جدا. بالظبط لما يلعبوا ضد الاورجواي، يلعبوا ضد الارجنتين، يلعبوا ضد البرازيل، يلعبوا ضد فنزويلا، يعني مجموعه مباريات اعتقد كبيره جدا 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 هتثقل المنتخب الياباني بشكل. انا عاوز اقول لك يعني سيبك من الكلام ده، لا انا بكلمك على الفكر اللي بيفكروا للاتحاد، التخطيط لمنتخب 2020 هم بيفكروا ل 2020 اللي هي طوكيو 2020. احنا من بعد كاس العالم كان المفترض ان احنا عندنا بطوله افريقيه احنا سواء كانت في الخارج او في الداخل، وبعد كده ان احنا هننافس على بطاقه، المفترض هننافس على بطاقه الوصول مره اخرى لكاس العالم القادمه، تمام، لتصفيات كاس العالم القادمه، تمام. وده طبعا يعني احنا انت عارف ان احنا كنا احنا في تاريخنا ما وصلناش غير مرتين 90 او ثلاث مرات 34 و90 والمره الاخيره اللي احنا وصلنا لها السنه اللي فاتت، فاحنا بنصل على يعني على سنوات متفاوته عشان نخرج بمنتهى السهوله ونرجع تاني. بتقول بقول لحضرتك بنعاني عشان ندخل وبنخرج بمنتهى السهوله. بنعاني، واللي انت شفته ده، ده احنا هنعاني اكتر بالوقت المنتخبات كلها اللي انت شفتها اللي المفترض اللي هي بتنافسك عدت نفسها. النهارده في منتخبات نارده طالعه، المنتخب المالي ده من المنتخبات الكبيره، النهارده مفاجاه البطوله مدغشقر ما كانتش متوقعه ان فرقه زي مدغشقر دي او منتخب مدغشقر ان هو يصل للمرحله دي بشكل كبير جدا، هم حتى بيقولوا لكن شوف المنتخب بيأدي بصوره قد ايه، المنتخب الجزائري، المنتخب المغربي حتى لو لما اقصي كان منتخب كبير جدا جدا بالزبط. جدا بالزبط. يعني في المنتخب النيجيري، منتخب الكوت ديفوار، حتى بنين، حتى بنين ادت بشكل كويس جدا. انا قصدي ان الكوره في افريقيا بتتطور بشكل كبير، تنزانيا شوف يعني حاولت بشكل كبير جدا، يعني شوف اوغندا، اوغندا حتى مجموعتنا كانت قد ايه، احنا اوغندا دي كانت في مجموعتنا في تصفيات كاس العالم، وشوف منظرها دلوقتي، شوف منظرها دلوقتي بالزبط. منتخب واعد بالظبط، يعني منظرها كانت قد ايه قبل كده ومنظرها دلوقتي منتخب واعد. انا قصدي الناس بتفكر لمستقبل، احنا بنفكر تحت رجلينا، بنعمل على مسكنات، بنفكر ان احنا نخوض البطوله ديت بايا كان، المهم ناخد البطوله، لا بنفكرش ان احنا نقول، لازم نكون واقعيين احنا يا جماعه، نخاطب الشعب المصري بواقعيه، وان الشعب المصري شعب متفاهم، لازم نقول ان احنا هنقفل على نفسنا بشكل كبير جدا عشان نصنع جيل بعد كده يتفوق على افريقيا، زي ما حصل النادي الاهلي في سنه من السنين كان 10 سنين واخد البطولات الافريقيه ديت متتاليه، كان مكتسح افريقيا ال 10 سنين اللي كان فيها طبعا تمام والجزئين، تمام. فانا عاوز اقول يعني ان احنا لابد ان احنا نقعد مع نفسنا موقف صادق مع النفس ونفكر ونرتب شيء لمصلحه مصر عشان ما تظهرش الصوره السيئه اللي احنا ظهرنا، لان فيها تخاذل من الجميع، من الجميع، ما فيش حد يعني لا من الجميع متخاذل، والصوره دي اعتقد يعني صوره لابد تكون في الاذهان عشان ناخد منها عشان نرجع ثاني اقوى مما كان. انا بشكرك شكرا جزيلا، حضرتك كلمت كلام مختصر يعني في مصلحه الكره المصريه بشكل عام، كابتن طارق العشري نجم الكبير ومدير فني لحرس الحدود، شكرا جدا جدا على هذا الكلام وهذه المداخله. ما ايه، ما فيش تعليق بصراحه، هو اتكلم في العموم وبعدين لخص الموضوع ان احنا بنبص تحت رجلينا، ما عندناش اي استراتيجيه، وده اللي كنت بتكلم عليه اول ما عرفت ان في اجري جاي، قلت يا جماعه لازم نقول للراجل انت هتعمل ايه في 3 سنين في 4 سنين في 5 سنين بالظبط كده، وبعد كده نبدا نحاسبك، تمام. فكنت عايز اساله سؤال، ممكن ترشح مين مع مرة المنتخب المصري او مدير فني المنتخب المصري، حتى لو قلت اسمه، حتى لو هو قال اسمه طارق العشري، حسام حسن، ايهاب جلال، لا يحرج، عايز كم في الميه من الامتيازات اللي بياخدها المدير الفني الاجنبي عشان تنجح؟ استقرار، هيقول لك عايز 20% بالظبط. انا بقول لحضرتك بس لازم برضو يا ممدوح، اصعب حاجه اللي بيختار، اصعب حاجه اللي بيختار، لو جبت اللي بيختار انسان بيعرف يختار كويس هتلاقي كل الدنيا ماشيه كويس، لو جبت المسؤول اللي مش عارف يعمل حاجه ولا عارف يختار هتلاقي الدنيا كلها بايظه، حتى لو جبت مين. برافو عليك، تمام. الاداره ولجنه فنيه، يعني انا راجل بفهم كوره، لجنه فنيه بتيجي بتقول 1 2 3 بالظبط. هو الاهلي كان بيعمل لجنه فنيه ليه؟ الاهلي هو دي شغلتها، ليها رؤيه فبتشوف وبتختار وتصحيح اوضاع، وتصحيح اوضاع. خلي بالك اجمل ما في الاهلي ان انا يا جماعه انا بصحح اوضاع، ايه المشكله يعني؟ ما فيهاش اي مشكله،
بيصارح. يا جماعه انا باخد وقت بس بطلع قرار ما برجعش. هو قال لك كابتن طارق قال جمله جميله، بيصارح الناس هعمل كذا، لكن ده ما بيحصلش. هم طلعوا من كاس العالم شايلين الخيبه، جه بقى لك هنجيب مدرب عالمي ونعمل ونسوي الكلام ده، مش ما حصلش. فجابوا لنا اجيري. رعبني كابتن طارق العاشر، رعبني بصراحه. ليه؟ لما قال لي ان اللي جاي اصعب بكتير. اصعب علشان انت طالع من اخفاق، فمحتاج حد يلم. طالع من اخفاق واخفاق كبير وعلى ملعبك وبدري قوي وبطوله قاريه بتاعتك، كل دي حاجات سلبيه، بالاضافه ان انت اختياراتك كلعيبه الموجوده دلوقتي المنتخب الحالي ممكن تاخده 6-7 افراد بس وبقى تكمل بيه، فانت بتتكلم في منظومه غلط. فاللي جاي الله يكون في عونه، اللي جاي سواء محلي او اجنبي الله يكون في عونه، لكن اهم حاجه يبقى في حد اسمه ناس متفق عليه. انت عارف ان حسن شحاته، كابتن حسن شحاته كان يعني بعض الاشخاص اسمه معين كان بيحاربه وماسك المنتخب، لدرجه ما الناس قالوا له ابعد عنه. انت بتتكلم في ايه؟ ما احنا كده لازم ننكش في الغلط او نوقع حد ناجح. الناس كده كانت، والناس دي كانت في الاتحاد عشان انت عارف يعني. فانت بتتكلم في ايه؟ فانت اختيارك لجنه فنيه محترمه، اسم محترم، وطني اجنبي، بس بعديها مسانده ونحط كشف حساب. احنا هدفنا 1-2-3، هدفنا صدر كاس العالم، هدفنا 2021. احنا ما عندناش لعيبه. لا طبعا عندنا، عندنا عندها لعيبه بتساوي الملايين اللي بن. لا طب لا السعر لا. لا عشان يطلع عندنا منتخب هزيل كده. لا لا انا اسف يعني. هو الدوري بتاعك عامل ازاي يعني؟ اللي يسمع ارقام عارف بقى يعني، اللي يسمع ارقام اللعيبه والانتقالات يقول انت عندك منتخب بيكسر الدنيا اساسا. صح. لما شفت المنتخب ده طب اللعيبه لو حد شافهم ما يعرفش رواتبهم، ما يعرفش عقودهم، اقول اللعيبه دي تسوى كام؟ تمام. أنا في لعيب جدا محترم طبعا، احنا اللعيبه دول غير تريزيجيه. في لعيب عندك في البطوله هنا على الاربع مباريات جاله عرض احتراف؟ سمعت حياتك ان حد جاله عرض احتراف في اي حته؟ ما دلوقتي موسم انتقالات، دلوقتي البطوله مش في شهر واحد. انا ما سالتش سؤال بيقول لك ايه زين محمد سعيد، قال لي البطوله هتختلف المره دي قبل كده يعني خريطه افريقيا اتغيرت؟ قلت له اه. بيقول لي ليه؟ قلت له قبل كده البطوله كانت بتلعب في شهر كام؟ قال لي واحد. واحد واثنين. فالكل جاي لك بنص حمولته. اللعيب الفني اعتذر، عنده دوري، الفني عنده دوري ابطال دلوقتي جايب جايين كله جاي فول كاباسيتي. كله جاي لك في الباور معاه. فبالتالي النهارده قول له الاحتراف تيجي لمين؟ تيجي بتاع مدغشقر متالق، بتاع نيجيريا اللي ماشي بمشوار كويس، اللي بتاع بنين اللي اتالق، ولا لعيبتك انت اللي خرجوا؟ هتيجي للناس اللي تالقوا بس كده، الناس حتى اللي عملوا انتوا. فده في مصلحه مين البطوله دلوقتي؟ جمله مش ليك انت، ده مصلحتهم هم. هل انت اثبتت وجودك؟ طلع لي لعيب واحد شويه وكيقول ده تالق منتخب مصر فيما عدا محمود تريزيجيه. مفيش حد تاني، قول لي مين؟ ايه مكاسبك منهم؟ انت بتلعب مش بدافع عن اللعيبه. ومحمد الشناوي انت يعني مش بدافع عن اللعيبه، بس انت بتلعب بلا فكر. وانا ضد انا ضد اللي يقول لك ايه انت تلعب في وسط جمهورك فلازم عندك روح. لازم انت لو جبته فرس اساسا يعني حصان ونزلته بروحه بس مش هيعمل حاجه، الروح لوحدها عمرها ما كانت. انا متفق مع حضرتك تمام، لكن الروح مع شويه فكر مع شويه انت بقى من جواك انت عايز تعمل حاجه يعني، شويه حب صراحة. للذات واصرار وتحدي، بس لازم يكون حد من بره برضه بيقول حاجه بيساندك بيواجهك بالظبط بيوجهك يقول لك اعمل كذا بيغير. ده مش موجود. لا لا لا، هو كابتن طارق مشكورا يعني، يعني حتى نقط في الحروف قال لك احنا مشكلتنا ايه وحلينا ايه وربنا يصرف اللي جاي، لان البطوله دي دقت جرس انذار خطر الكره المصريه بشكل عام. الاسماك الصغيره كبرت، الاسماك الصغيره كبرت بقيت حيتان. بشكرك شكرا جزيلا يا زلمه. شكرا كابتن، وانا سعيد كنت معاك واستمتعت بيك كابتن، كان حوار حلو اتكلمنا فيه بمنتهى الصراحه واصدقاء يا كابتن ميت. ربنا يخليك شكرا لحضرتك، ربنا يخليك يا رب. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ودايما بتشرف بيكم وبستمتع طبعا لما بكون معاكم على الشاشه. قلت لكم قبل كده ودايما بقول الروح عمرها ما كانت كفايه، عمر الروح ما كانت كفايه الا روح الفانلة الحمراء دي، كفايه جدا جدا. دايما بتشرف بيكم، وبعد الفاصل تكون معاكم يكون معاكم الزميل محمد سعيد والنجم امير عبد الحميد. استنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. والفقره الاخيره من برنامج الاهلي الليله، الفقره النهارده منقسمه الى جزئين.
هنبدأ الأول بمجموعة أخبار متعلقة بقرار فتح القيد المحلي يوم 29 من شهر يوليو الجاري، استعدادا للأندية المصرية للقيد الإفريقي في نهاية هذا الشهر، ثم الاستعداد لانطلاقة الموسم الجديد واستمرار القيد المحلي حتى منتصف سبتمبر. ايضا هنتكلم على معسكر فريق النادي الاهلي في مدينه اليكانتي باسبانيا والتعادل الايجابي النهارده في المباراه الوديه التي لعبها الاهلي النهارده والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. والجزء الاخير بالتاكيد هيكون في ضيافتنا الكابتن امير عبد الحميد نجم النادي الاهلي الاسبق والحارس الاسبق، وطبعا مدربنا اللي بالتاكيد هيكون له دور كبير جدا في اكاديميات النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وان شاء الله بينتظر مستقبل باهر في التدريب خلال الفتره القادمه زي ما كان حارس مرمى متميز في صفوف النادي الاهلي. ابدا اول حاجه بمعسكر النادي الاهلي في مدينه اليكانتي في اسبانيا، وفي جزئيه يمكن البعض ممكن مش يعني ما بيركزش عليها، ويمكن دورنا هنا في قناة النادي الأهلي ودور الإعلام يركز على فكرة المعسكر، إيه الهدف منه؟ هي الفكرة في البداية أو في الأساس استعداد بدني واستعداد فني سواء لمباريات في نهاية موسم أو حتى في بداية موسم بشكل عام حسب الظروف اللي فيها الكرة المصرية، لكن دايما بتبقى في أمور مختلفة شوية في المعسكرات، ودايما الميزة في معسكر النادي الأهلي بيبقى الدور الاجتماعي أكتر ما بين اللاعبين، دايما بتشوف فيه هزار، خروج دايما عن فكرة ضغط المباريات والتعصب والعصبية والجاهزية للمباريات، والكلام ده اللي بيبقى دايما الجهاز الفني حريص في أي معسكر إن يدي فرصة للعيبة عشان تخرج بره إطار الكورة شوية، عشان برضو يبقى الفكرة ما بين إن هو بيلعب كورة وبيستعد الموسم، وفي نفس الوقت برضو يبقى في فترة كده اللعيب يخرج شوية عشان ما يبقاش فيه ضغط نفسي أو عصبي على اللاعبين. معسكر النادي الأهلي في أسبانيا في كل الأمور ديت، في مرحلة بيبقى فيها تركيز شديد جدا استعدادا للمباريات الودية إن شاء الله قبل ما يعود الفريق من أسبانيا عشان يستعد لمباراتي المولين العرب ونادي الزمالك، وفي جزئية تانية متعلقة بالاجتماعات الاجتماعات الفنية والكلام ده كله، لكن الجزء الثالث والأهم وده اللي أنا عايز أركز فيه النهاردة في هذه الفقرة، الجزء اللي هو المتعلق بالناحية الاجتماعية أو الجزء التعامل ما بين اللاعبين مع بعضهم البعض ومنح الجهاز الفني الفرصة للاعبين للتعايش ومنح فرصة إن هم ياخدوا نفس شوية يطلعوا بره أجواء الكورة شوية يستعدوا للموسم الجديد بشكل مختلف. كمان في لقطات يمكن أنا أعرضها لكم دلوقتي مهم جدا وإحنا نتكلم على معسكر النادي الأهلي في أسبانيا، لقطات مهمة جدا لعدد من اللاعبين، ممكن رمضان صبحي مع صالح جمعة، فكرة إن هم يركبوا عجل ويخرجوا بره في اليوم اللي بيبقى الجهاز الفني بيديل في فري للعيبة، بيبقى يوم في جولة حرة للعيبة، ده بيبقى شيء طيب جدا للعيبة كمان وهي موجودة في معسكر خارج مصر. كمان الجزئية المهمة جدا ودي ليها علاقة بالناحية النفسية، لما بيكون لاعب كرة القدم معاك في معسكر لمدة فترة معينة مهم جدا على مدار اليوم وهو حتى بيستعد لتدريباته أو بيستعد لمباريات ودية أو في محاضرات نظرية أو محاضرات فيها هايلايتس الجهاز الفني بيوريها للعيبة، بيجي بعد يومين ثلاثة بيدي يوم فري، اللعيبة بتخرج بره المعسكر شوية، بيبقى فيه جزء من الرفاهية ده مطلوب، ده شيء إن ده اللي بيدل على إن الجهاز الفني بيتعامل مع اللاعبين في هذا المعسكر من جميع النواحي، نواحي نفسية ونواحي بدنية ونواحي فنية، وده بالتأكيد بيدلي أو بيبقى ليه أثر إيجابي على الفريق في المراحل القادمة. قلنا معسكر الإعداد ده بيبقى مرحلة أنت بتبني عليها للموسم كله، فالبداية وإحنا في معسكر مدينة أليكانتي في أسبانيا بداية مبشرة، والمشهد اللي إحنا بنشوفه في معسكر فريق النادي الأهلي بيوحي أن المرحلة القادمة في تجانس أكتر، في انسجام أكتر، في علاقات طيبة ما بين اللاعبين، بنشوف لقطة العجل اللي ما بين صالح جمعة ورمضان صبحي، أمور بتبقى جميلة جدا وظريفة جدا وإحنا بنتكلم على معسكر فريق النادي الأهلي في أسبانيا، واللقطات دي لما بيشوفها الجمهور أو حتى بيتداول للجميع على السوشيال ميديا بتدي أثر طيب جدا على العلاقات الاجتماعية والجمال اللي بتواجد داخل معسكر فريق النادي الأهلي في أسبانيا استعدادا للمرحلة القادمة. إذن إحنا بنتكلم عن أمور حياتية ممكن تكون ما بين الأسر أو ما بين المجموعة داخل الأسرة الواحدة، لكن لما بيكون الأمور دي داخل فريق كرة قدم ده بيبقى شيء طيب جدا، وده الجزئية اللي احنا دورنا الإعلامي اللي احنا نوضحه للناس ونطلعه للناس ونظهره للناس، اللقطات اللي انتوا شايفينها دلوقتي على شاشة قناة النادي الأهلي فيما هو متعلق به الجانب الاجتماعي أو جزء المرح والرفاهية اللي ممكن يعيش بها اللاعبين في فترة ما بيكون في عندك ضغط ما بين مباريات ودية ومعسكر إعداد وانت متواجد بعيد عن أسرتك أو بعيد عن عائلتك خارج القاهرة وخارج مصر لمدة حوالي 10 أيام أو أسبوعين، بتبقى فترة صعبة جدا، فالجهاز الفني لما بيتعامل بالجزء النفسي ده مع اللاعبين بيبقى جزء مهم جدا. اللقطات هنا مش متوقفة فقط على داخل المعسكر أو حتى خارج التمرين،
لا كمان ممكن كمان وانت على الطياره في لقطات شفناها على الطياره كانت لقطات متميزه جدا ولقطات مميزه جدا. اللاعبين بتاخد الكاميرات حتى من زملائنا الاعلاميين والصحفيين المرافقين لبعثه النادي الاهلي. جزء برده كمان بيبقى فيه تعاون ما بين الاعلام وبين اللعيبه، كل واحد بيأدي الدور. يعني انت مثلا كلاعب كوره ممكن تاخد كاميرا القناه تصور بيها تعمل لقطات ترفيهيه بتبقى على الطياره، وده بيحصل دايما، بيبقى اجواء كده مختلفه داخل معسكر النادي الاهلي. حتى احنا زي اعلاميين لما بنخلص الشغل بتاعنا والفريق مخلص تمرينه بنمسك الكوره وبننزل الملعب، كل واحد بيحاول يعني يخرج نفسه شويه بره اطار الشغل لمده ربع ساعه نص ساعه حتى ساعه او ساعتين عشان يقدر يواصل شغله. ودي دايما ثقافه الناس في اوروبا لما بتيجي تشتغل بتشتغل بالشكل ده، في وقت للشغل، في وقت للتدريبات، في وقت للمباريات، وفي وقت كمان للمرح والرفاهيه عشان تقدر تكمل وتستمر في معسكر لمده اسبوعين في اسبانيا. وده ان دل على شيء بيدل ان النادي الاهلي بيشتغل بطريقه علميه، والجهاز الفني ان شاء الله نتمنى ان كل الامور اللي احنا بنتكلم عليها دي ان شاء الله يكون لها اثر ايجابي على الفريق خلال المرحله القادمه. جزء تاني عايز اتكلم عليه، يمكن النهارده الجزائر تاهلت الى مرحله الدور نصف النهائي بعد تخطي فريق كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحيه بنتيجه 4-3 بعد التعادل الايجابي في الوقت الاصلي والاضافي بهدف لكل فريق. فريق الجزائر النهارده يمكن تعرض لظروف صعبه شويه، يمكن البعض يقول لك الجزائر النهارده المفروض كانت متوقع ان هي تنهي المباراه بشكل في 90 دقيقه، لكن يا جماعه الجزائر بتلاعب برده منافس قوي فريق كوت ديفوار، فريق جاي مرحله بمرحله طالع خطوه خطوه، جهاز فني محلي في تغيير في صفوف الفريق، فبالتالي فريق الليفواري كان منافس قوي جدا لفريق الجزائر. اللي اثر شويه على الفريق الجزائري اصابه يوسف عطال الظهير الايمن في بدايه المباراه، ده اربك حسابات جمال بالماضي طيله اللقاء. لكن الدرس المستفاد من مباراه الجزائر وكوت ديفوار الحاله اللي ظهرت عليها لاعبي الجزائر في الاكسترا تايم وفي ركلات الجزاء الترجيحيه، ده ان دل على شيء برضو بيدل ان لعيبه المنتخب الجزائري لعيبه رجاله عارفه المسؤوليه الملقاه على عاتقها وحاسه بقيمه تيشيرت منتخب بلدها وعارفه ان هي بتلعب وبتمثل منتخب بلدها المنتخب الجزائري، فعندهم تحدي ان هم يبسطوا كل الجمهور الجزائري اللي جه في رحلات من الجزائر الى القاهره منذ صباح اليوم حتى الساعات الاولى او حتى قبل انطلاق المباراه، اكثر من حوالي 10-12 رحله طيران من الجزائر الى القاهره، انتقل حوالي 500 مشجع جزائري للحضور الى السويس لحضور المباراه، فبالتالي كان في رغبه لدى اللاعبي الجزائريين والمنتخب الجزائري وجمال بالماضي الى اسعاد الشعب الجزائري والجمهور الجزائري، فبالتالي اللي احنا شفناه في الملعب ما بين حزن ودموع واسى طيله الاكسترا تايم والوقت الاضافي وركلات الجزاء، ده بيدل ان المنتخب الجزائري فيه روح كبيره جدا وان اللعيبه على قد المسؤوليه وعايزين يسعدوا الشعب الجزائري للفوز بالبطوله الافريقيه، وده جزء اهم كتير جدا من الجزء الفني او الجزء البدني. الامور دي بتبين لك معدن اللاعب اللي حاسس بقيمه منتخب بلده عشان يقدر يفوز ببطوله ويسعد كل الشعب اللي هو بيمثله او بلده اللي هو بيمثلها في بطوله كبيره زي بطوله الامم الافريقيه. دروس مستفاده من هذه البطوله كبيره جدا. اخر حاجه سريعا قبل ما استقبل الكابتن امير عبد الحميد، النهارده اتحاد الكوره عبر الموقع الرسمي قال خبر مهم جدا، قال ان فتح باب القيد المحلي ومن ثم تستطيع الانديه المصريه استكمال او قيد لاعبيها في البطوله الافريقيه سيبدا من يوم 29 يوليو الجاري عقب اخر مباراه في الدوري بين الاهلي والزمالك يوم 28/7. الشيء المهم في الخبر ان الاتحاد المصري كتب عبر موقعه الرسمي ان الاتحاد الافريقي استثنى الانديه المصريه من انتهاء موعد القيد الافريقي المقرر 30 يونيو. يا جماعه ارجوكم لما تكتبوا معلومه على الموقع الرسمي للاتحاد المصري اكتبوا معلومه دقيقه. موعد فتح باب القيد الافريقي من 1/7 ل 30/7، مش ممتد من 30/6 ل 30/7. الاستثناء ده دي جزئيه ثانيه هنتكلم فيها بعدين او مش حديثنا دلوقتي، ده ليها وقت ثاني ممكن نتكلم فيه. لكن فكره ان الاتحاد الافريقي استثنى الانديه المصريه من انتهاء موعد القيد الافريقي المقرر 30/6 لغايه 30/7 ده مش صح. معنى العباره اللي انتوا كاتبينها دي ان القيد الافريقي كان اخره 30/6، فالاتحاد الافريقي استثنى الانديه المصريه لمده شهر لغايه 30/7، ده مش حقيقي. القيد الافريقي هيبدا اساسا 1/7، فهنا مفيش استثناء. القيد الافريقي من 1/7 ل 30 او 31/7 كمان مش 30/7، فهنا مفيش اي استثناء. الاستثناء هنا بالنسبه لك كاتحاد كوره، اذا كان الاتحاد الافريقي بالفعل اعطاك استثناء، استثناك من الفتره بتاعت من 1 ل 30/6 عشان ترسل اسماء الانديه، فهنا اداك الاستثناء عشان ترسل اسماء الانديه وفتحها لك لغايه 30/7، لكن القيد اصلا من 1/7 ل 31/7 مش ممتد من 30/6 ل 30/7. فنرجو بس لما يكون في معلومات رسميه بتنشر عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكره تكون معلومات دقيقه وواضحه في هذا الشان. عموما دي كانت اطلاله سريعه في بعض الاخبار والنتائج.
ما زالت مباراة تونس ومدغشقر تعادل سلبي بين الفريقين. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين تونس ومدغشقر، والمفروض يعني المنتخب التونسي عنده فرصة طيبة للتأهل إلى الدور نصف النهائي ومواجهة المنتخب السنغالي، لكن فريق مدغشقر حتى هذه اللحظة هو الحصان الأسود في هذه البطولة نتيجة النتائج الطيبة التي تحققت منذ بداية البطولة حتى هذه اللحظة. تصدر المجموعة على حساب المنتخب النيجيري، تأهله في دور 16 على حساب المنتخب الكونغولي، فبالتالي مدغشقر بصراحة الحصان الأسود في هذه البطولة وتصل لمرحلة دور الثمانية، وإذا لا قدر الله فازت على المنتخب التونسي هتكون بالتأكيد هي مفاجأة البطولة، أول مرة مشاركة تصل لهذه الأدوار النهائية. وفي النهاية برضو درس مستفاد، الفكرة مش في اسم مدير فني كبير ولا اسم نجم كبير جوه المنتخب، منتخب من 11 لاعب، روح الجماعة، الإحساس بالمسؤولية، قيمة التيشيرت وقيمة منتخب البلد في النهاية بيصل بالمنتخب إلى النتائج المرجوة اللي بتحقق بالتأكيد وبتسعد الشعب اللي بيمثل منتخب بلده أو المنتخب اللي بيمثل بلده في هذه البطولة الإفريقية. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الكابتن أمير عبد الحميد إن شاء الله في ضيافة الفقرة الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله، فقره مختلفه شويه على الاقل حتى بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه لي على المستوى الشخصي، لان النهارده ضيفنا مش هقدمه كبدايه مدرب جديد ان شاء الله في المناخ التدريبي في مصر او حتى في اكاديميه النادي الاهلي او في مجال تدريب الكره المصريه بشكل عام، لكن حارس مرمى اشتغل في فترات كانت صعبه جدا، ولعب في فترات كانت صعبه جدا جدا جدا، واشتغل مع الجهاز الفني في توقيت وخد مع الاهلي بطوله افريقيه 2008 امام القطن الكاميروني في جروه كانت في ظروف صعبه جدا. حارس مر بظروف صعبه بفترات معينه، لكن ظل لفتره طويله جدا حريص على انه يستمر داخل النادي الاهلي ويكون الحارس الاساسي. بالاضافه لده حتى بعد اعتزاله حابب يبدا مجال التدريب من تحت، ياخد خبرات ويبدا يشتغل مع المكان الاصعب. شغل الاكاديميات او شغل قطاع الناشئين والبراعم هو اصعب من الفريق الاول، لكن لو عايز تاخد خبرات بجد تبدا من القاعده، تبدا من تحت، تبدا من الصفر. معايا ومعاكم الكابتن امير عبد الحميد، حارس مرمى منتخب مصر الاسبق والنادي الاهلي ومدرب في اكاديميه النادي الاهلي ومدير فني في اكاديميه النادي الاهلي. كابتن امير منور الدنيا. ربنا يخليك يا محمد، ومتشكر جدا على الكلام الحلو ده. وانا ببقى سعيد جدا لما اكون يعني مع حضرتك ومع كل الزملاء اللي موجودين، وخصوصا في بيتي في النادي الاهلي، ومبسوط جدا. يمكن انا النهارده جاي من الاكاديميه جاي جري عشان ما اتاخرش عليكم. وطبعا انت عارف طبعا السي في بتاعنا، انا عارفك من سنين ايام كاس العالم للانديه ومن بطولة افريقيا من زمن يعني. فاكر ماتش جروه؟ فاكر طبعا. مين ينسى البطوله؟ البطوله كانت صعبه جدا، كانت في ظروف صعبه، وانت شفت يعني شفت التدريبات، شفت قبل البطوله والاجواء ماتش انيمبا، وشفت انت ماتش اسك يعني، كنت انت معانا موجود، ويعني انا كنت فخور جدا ان انا يعني كنت بلعب باسم النادي الاهلي، وان انا باخد بطوله. اما تلعب باسم النادي الاهلي وتاخد بطوله حتى لو انت صغير بتبقى حاجه كويسه جدا في السي في بتاعك يعني. اكيد. لا، واول سنه مشاركه اساسيه مع النادي الاهلي في توقيت النادي الاهلي كان بيسعى لحارس مرمى وبياخد حارس من عنده يبدا بالبطوله ويكمل لغايه النهايه، ده كان انجاز طيب جدا بالنسبه لك يا امير، وبالنسبه حتى للنادي الاهلي ان هو عنده لو عنده حتى حارس تاني او تالت كان بعد الحضري لا كان جاهز وكان موجود. بص، هو الفكره ان انا يعني يمكن انا كان مستر مانويل جوزيه كان عنده اسلوب معين كده، كان بيجهز كل الناس. وكابتن احمد ناجي طبعا كان مدربي وعارفني من وانا صغير، لما طلعت مع الفريق الاول خلاص هو الناس عارفه مين امير، والحمد لله يعني طلعت واتقيت على طول من وانا صغير. يمكن انا حتى كمان خدت بطوله كنت صغير عندي 16 سنه، كانت بطوله عربيه. مظبوط. لما كنا احنا بنلعب مع القطن البن الاثيوبي كان بطولتين، لما الفريق كان مقسوم جزئين، وانا كنت مع الافريقي بالظبط البن الاثيوبي وانا كنت مع المجموعه بتاعت البطوله العربيه. الحمد لله حققنا بطوله، وكان كان سني صغير، فالحمد لله يعني انا من وانا صغير كانوا بيأهلوني ان اطلع مع الفريق الاول. طلعت قعدت فتره كبيره جدا، يمكن الحمد لله ان الواحد كان بيجتهد، والواحد الحمد لله كان عنده ثقه في ربنا وفي امكانياتي ان انا في اي وقت، وطبيعي ان اي لاعب في النادي الاهلي لازم يكون جاهز، وده اللي حصل معايا الحمد لله. كنت بتأهل نفسيا كويس مع كابتن احمد ناجي ومستر منور الجزيل، الحضري كان بيلعب كل الماتشات. الظروف الصعبه ان الحضري لما مشي وفي وقت صعب وكان ليه قيمه كبيره،
الاصعب ان انت لما جيت لعبت كنت انا حصلت لي اصابه وما كانش في حد في البطوله في التأييد في القائمه غير انا واحمد عدي عبد المنعم. فطبيعي ان احنا لازم نكمل على الاقل الادوار الاولى احنا الاثنين قبل ما النادي الاهلي يدور على حارس مرمى، وبعد كده جاب رمزي صالح وبعد كده شريف اكرامي. فالقصه كانت صعبه وفي حاجات اصعب، لكن الحمد لله الواحد كان جاهز وادينا بطوله كويسه. كانت صعبه جدا بالنسبه لنا، كانت جميله، كانت حلوه جدا، كانت فيها ذكريات جميله جدا جدا جدا. يعني انا كنت لما انا ما كنتش بشارك في الاول كنا مثلا بنلعب اسك، بنلعب انيمبا في نيجيريا، واسك في عز قوتها، قوتها جدا. كنت انا مثلا ببقى موجود اقعد اقول ايه امتى اليوم ان شاء الله انا هلعب فيه اساسي واخد بطوله مع النادي. يمكن انا الحمد لله خدت بطولات مع النادي كتير سواء ما كنتش بشارك او بشارك، لكن احساسي بين بذاتي ان انا لما كنت النهارده باخد بطوله وانا مش بشارك كان نفسي بقى ان انا اشارك عشان اخد البطوله دي، البطولات دي. والحمد لله ده اللي اتحقق في ظروف صعبه. وانت عارف النادي الاهلي اي حد لازم يبقى جاهز، والنادي الاهلي ما بيقفش على حد، النادي الاهلي اي حد جواه بيشارك فيه لازم يبقى مستعد، لان طبعا احنا بنمثل كيان كبير وقيمه كبيره، جمهور عظيم طبعا، فبتبقى مسؤوليه كبيره على اللاعب. يعني كلكم ولاده وقد المسؤوليه طبعا. يمكن انا الحمد لله انا فخور ان انا ابن النادي الاهلي. حتى لما باجي احكي لاولادي او احكي لاصحابي ان انا فاكر من اول يوم دخلت في النادي من وانا عندي 9 سنين 10 سنين، وعم حارس كان صغير في السن دلوقتي ما شاء الله. فحاجات بتبقى كويسه جدا، انت بتتدرج في الاعمار السنيه في الناشئين، بعد كده بتدي اسمك يتعرف شويه، بتلعب مع منتخب ناشئين، بتاخد بطولات مع النادي. يمكن انا الحمد لله سنه من 92 93 لحد مثلا 99 الحمد لله كنت بشارك مع الاعمار السنيه في سني وفي السن الاكبر في الناشئين والبراعم. براعم، ففي مره انا خدت حوالي 6 بطولات في السن بتاعي، السن الاكبر بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ، والسن بتاع الكابتن تامر بجاتو والكابتن هشام حنفي والناس دي، وكان في سن اكبر بتاع الكابتن هاني العقبي. يعني الحمد لله كنت وانا صغير الحمد لله بتدرج بصفه مستمره، ودي حاجه بتبقى كويسه في السي في بتاعي ليا ولاولادي، ان انت حتى اولادي الحمد لله دلوقتي بيلعبوا في النادي الاهلي في الاكاديميه. ف يعني اجيال بتسلم اجيال، اجيال بتسلم اجيال. طيب قبل ما نخش في بطوله افريقيا ومعسكر الاهلي في اسبانيا، ودي تفاصيل مهمه هنتكلم معاك فيها في الناحيه الفنيه، لكن عايز استمر في الحياه الشخصيه او الحياه العمليه ليك بعد الاعتزال. اتجهت دايما اتجهت للتدريب وبدات من القاعده من الصفر في الاكاديميه، شايفها ازاي وتجربه بالنسبه لك ايه؟ بص، هو انا حته التدريب هو في دماغي طبعا. يمكن انا قبل ما انا ما كنتش اعتزل كوره اصلا، بس كابتن خالد بيبو كان كلمني قابلني قبل ما اعتزل بفتره، قال لي وقت اعتزل وخليك ومش عارف ايه. لما هو مسك رئيس اكاديميه النادي الاهلي هو عارف الحمد لله امكانياتي كويسه الاداريه والفنيه، فكلمني قال لي امير احنا النادي الاهلي انا دلوقتي النادي الاهلي بي 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 بيدخل الكوادر جوه النادي، ولاده والناس اللي هم بيعملوا الكوادر صغيره في السن، وانت من ضمن الناس المرشحه لاي عمل جوه النادي. فدي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه جدا الحمد لله. يمكن انا اسمي لما اتعرض الحمد لله كابتن، بشكر كابتن خطيب طبعا مجلس اداره بالكامل، والكابتن خالد بيبو ان هم عندهم ثقه فيا، وقبليهم كابتن علاء عبد الصادق والكابتن زيزو وكان حسام غالي وفضل. الحمد لله لما اسمي اتعرض فالحمد لله الناس رحبت بده كويس جدا. فانا دخلت، انا كان يعني انا ما كنتش لسه حددت انا هعمل ايه الصراحه، والكابتن خالد قال لي لا خلاص اعتزل وادخل. فدخلت انا دلوقتي ماسك مدير فرع اكاديميه النادي الاهلي الشيخ زايد، ولكن انا باخد كورسات للتدريب، لان انا بنزل يعني انا هو الموضوع اداري غصب عني بنزل الملعب. يمكن انا النهارده كنت في التمرين في ولد عندهم مثلا 12 سنه 11 سنه كنت بنط الحبل معاهم، بعلمه ازاي ينط الحبل، بعلمه ازاي يمسك الكوره. انا ما رحتش هو ما شفتش بس عارف دي جينات تبقى جوه الواحد بالظبط كده. فدخلت طبعا علمت الولد ازاي ينط الحبل، طبعا مع احترامي للمدربين، عندنا مدربين الحمد لله عظام، مدربين كويسين جدا ماسكين الولاد، ولكن في حاجات معينه كده بتبقى عايز تعلم الولد ازاي يمسك كوره، ازاي التكنيك، لانه ازاي يبقى عنده شخصيه من هو صغير عشان هو بيلعب باسم النادي الاهلي. اصعب فتره دي التعليم فيها. طبعا احنا كلنا مرينا بكده، بس بتفرق بقى موهبه عن واحد موهوب خلاص في ثانيه بيعمل لك ده، وفي واحد بيتعلم. فانا بالنسبه للتعليم ده ما عنديش مشكله، وبنزل اقول للعيبه كمان بقول له هايل، بس لازم يبقى عندك شخصيه، انت لازم ما ينفعش تشتغل والكره بس هي اللي لما تجيلك، لازم تشتغل قبلها وتتحرك، لازم انت تلعب بلاي ميكر، لازم تاخد الكره وتلعب، لازم تلعب بروح جامده، لان انت لازم يبقى عندك شخصيه تبدا من دلوقتي ان انت بتلعب في النادي الاهلي. مش معنى انت في اكاديميه يعني انت في اكاديميه معينه، لا انت بتلعب باسم النادي، لابس لوجو النادي، في ثانيه هتلاقي نفسك في القطاع، والقطاع ده امتداد للفريق الاول. فبنفهم الولاد الحاجات دي كلها، ولكن حته التدريب ان انا امسك حراس المرمى، طبعا انا نفسي ان انا امسك حراس مرمى النادي الاهلي، دي حاجه بالنسبه لي كبيره جدا، او منتخب مصر. فان شاء الله باخد كورسات ان شاء الله باذن الله، ودي خطوه بتاعه الاداره،
وفي نفس الوقت انا موجود في الاداره اوكي مش موجود. انا ان شاء الله حابب برده حته التدريب دي، واتمنى طبعا زي ما انا كنت صغير في النادي الاهلي ان شاء الله بقى مدرب كبير في النادي الاهلي باذن الله. وعارف كمان الميزه انك من احد ابناء النادي الاهلي، عارف المينتاليتي، عارف العقليه او التفكير اللي النادي الاهلي عايز يطلعه في الولد الصغير او الناشئ الصغير اللي بيبدا من الاكاديميه لغايه لما يتصعد كده خطوه خطوه للقطاع والبرائم ثم الفريق الاول. صح، لازم تعلمه طبعا اول حاجه سلوكيا، لازم يبقى لنفسه ولبيته وللنادي، ان انت عشان تدخل النادي الاهلي لازم يبقى سلوكياتك كويسه، لازم تسمع الكلام، مفيش حد يرد على مدرب، لازم تتعلم وتسمع، لازم ما ينفعش حتى في الماتشات حد يستفزك تروح متخانق معاه، كل ده احنا بنعلمه للولاد نفسيا الاول، بعد كده فنيا، ولازم يبقى عنده شخصيه من هو صغير، لازم تنمي فيه الشخصيه. الحمد لله احنا عندنا ولاد عندهم 10 سنين عندهم شخصيه، ما يحبش يخسر، ما يحبش لو لعب وحش ولا خسر في ماتش او تقسيمه طالع بيعيط، كل ده احنا بنعلمه لان احنا كنا صغيرين وكان في ناس نجوم كبار وكباتن كبار كانوا بيعلمونا، فاحنا دورنا دلوقتي ان احنا نعلم الناس دي. وانا يمكن انا من وانا صغير الحمد لله دي فرق معايا شويه، ان انا من وانا صغير كنت زيهم فكنتش احب اخسر، يعني الحمد لله كنت في اوقات كتيره جدا لو في اي بطوله وديه لازم في دماغي ان انا ما اخسرش، ولازم اخد اكسب البطوله، ولازم اخد احسن حارس، كل ده الحمد لله كنت بحققه. فلازم ادي الخبرات دي للولاد والابني واي ولد موجود في الاكاديميه، لازم تتكلم معاه ولازم تنميه ولازم تشرح له يعني ايه نادي اهلي، لازم تفهمه يعني ايه نادي اهلي، لازم تفهمه يعني ايه كيان، عشان الولد يطلع عنده شخصيه، لان النادي الاهلي اسمه وانك انت تشتغل جواه كده كده بيطلع بيبقى ليك شخصيه بتبقى انت فارق بينك وبين اي حد ماشي، فارق بينك حتى في المنتخبات هتحس ان لعيبه النادي الاهلي مختلفه عن اي نادي محترم من كامل الانديه الثانيه. الولد لازم تنمي له الحاجات دي من هو صغير، يبقى هدفه مش ان هو بس داخل الاكاديميه، هدفه ان انت تشوف وليد سليمان، تشوف عبد كل الناس النجوم اللي موجوده، رمضان صبحي، كل الناس دي طالعه من 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 اكاديميات ومن تحت احنا كلنا كده. يمكن احنا كان الجيل بتاعنا مختلف ان احنا كنا بنيجي من الشارع بندخل اختبارات، اما انت دلوقتي عندك فرصه حلوه انت بتشارك في الاكاديميه، بتتعلم في الاكاديميه، بعد كده بنعمل ماتشات في الدوري، في حاجه اسمها دوري الف وب، بندخل دورات في نفس الوقت. كابتن خالد بيبو طبعا عامل مجهود كبير جدا، ان شاء الله يعمل لهم معسكرات في البلان اللي موجوده ان احنا نعمل لهم معسكرات. الولد لازم يحس ان هو بيلعب في النادي الاهلي. مظبوط. بعد كده بنعمل ماتشات مع القطاع، القطاع لازم كابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حنفي كل الناس اللي موجوده بيشوفوا الولاد، والحمد لله ده اللي حصل في نهايه السيزون اللي فات، شافوا ولاد كتير جدا عندنا، حتى هم يعني اتخضوا من مستوى الولاد، قالوا لا، وخدوا بعض الناس هيعملهم معايشه مع القطاع. هو ده الهدف، ان انا النهارده الولد وهو في اكاديميه لازم اعلمه كل الحاجات دي عشان المستوى يزيد، يبقى مركز عشان تجيله فرصه للقطاع، ومن القطاع يطلع على مراحل الشباب والنادي الفريق الاول. وده اللي حضرتك قلت عليه في الاول، ان انا يمكن بدات صغير بعد كده ابتديت اكبر 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 وهكذا، وفي ناس كتير جدا كل نجوم النادي الاهلي هم اولاد النادي عملوا كده. فاحنا بنعلم ده للولاد، والولد زي ما قلت ان هو هدفه مش هنا في الاكاديميه، تعلم دلوقتي عشان يبقى هدف الفريق الاول في كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، بحيث ان هو يبقى في اتصال بيننا وبين القطاع، والحمد لله ده اللي بيحصل. يعني فرصه بقى وانت معايا، عشان برضو لو في اولاد صغيرين بيتفرجوا ولسه ما انضموش للاكاديميه في الشيخ زايد، بما انك مدير الفرع في الشيخ زايد، التوقيت دلوقتي مناسب ان اي حد يجي يقدم؟ متاح لفتره معينه؟ والاجراءات ازاي او ايه المفروض يحصل خلال الفتره الجايه لو حد عايز يجي ينضم لاكاديميه الاهلي في الشيخ زايد؟ بص يا محمد، ممكن احنا السنه اللي قبل اللي فاتت كان فرع الشيخ زايد كان العدد ضعيف شويه، الحمد لله لما رحت انا ومسكت انا وكابتن خالد بيه، كابتن خالد ماسك الاكاديميات كلها، انا ماسك مدير فرع زي الاهلي في زايد، الحمد لله من ساعه ما احنا مسكنا احنا السنه اللي فاتت يمكن ضربنا الرقم كتير جدا، حوالي 1000 ولد زياده. ممتاز. السنه دي الحمد لله احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بقى لنا اسبوع عشان برضو اقول للناس اللي هي عايزه تشارك في الاكاديميه. احنا بقى لنا اسبوع بدانا، الاشتراكات كانت من حوالي 15 يوم، لكن بقى لنا بالفعل اسبوع دلوقتي، داخلين في اسبوع الحمد لله العدد مهول، احنا داخلين في 1000 وشويه، 1000 ونص مثلا، الحمد لله. فدي حاجه الحمد لله كويسه جدا، وفي لسه ناس جايه. فانا عايز اقول للناس الحمد لله كل الناس، واحنا بناخد يعني سواء عضو في النادي او غير عضو في النادي، بيبقى طبعا اللائحه فيها في فروق طبعا للعضو وغير العضو، في فروق
لكن احنا بدأنا، وعايز اقول للناس كلها تيجي ان عندنا مدربين كويسين جدا، واللي مش قريب من شيخ زايد في اهل مدينه نصر عنده عدد كبير، يعني بتكلم على ان الحمد لله احنا عندنا فروع كتيره جدا بالزبط. ودي حاجه كويسه جدا. كل سنه كابتن خالد بيبو عامل مجهود كبير جدا، فتحنا السنه اللي فاتت السويس، وبعد كده ان شاء الله السنه دي هندخل بقى وفي كده كده الصعيد في كل محافظات، في كل المحافظات في القاهره. فبقول للولاد ان هم لازم يدخل يشارك في اكاديميه النادي الاهلي، يبتدي واحده واحده، بعد كده ان شاء الله يبقى نجم كبير، والحاجات دي هتنفعه كمان في شخصيته ان هو يبدا وهو صغير في النادي الاهلي. فاحنا الحمد لله احنا بدانا الاشتراكات في الاكاديميه، واي حد احنا كل يوم ما عدا الجمعه طول الاسبوع بنتمرن 3 ايام في ست ايام، 3 ايام بناخد مثلا حسب المواعيد بتاع باباه وحسب المواعيد بتاعته هو، سبت واثنين واربع او حد وثلاث وخميس حسب مواعيده هو بيختارها، بيبقى 3 ايام في الصيف، بعد كده بنيجي في الشتاء بيبقى يومين. بعد كده بندخل بقى في شهر 10 بقى في دوري، في سن معين بيبقى في دوري والامور شوك. الحمد لله ماشي وبيلعب باسم النادي الاهلي يعني الحمد لله عاملين بلان كويسه. كابتن خالد بيبو زي ما قلت ان هو عامل مجهود كبير جدا، واحنا وعامل سيستم احنا بنمشي عليه يعني. ممتاز جدا يا كابتن امير. طيب الجزئيه الاخيره في الموضوع دوت، المواليد السن اللي في المرحله الاكاديميه بتتراوح من سن كام لكام؟ بصوا السنه اللي فاتت كان معانا 2003 و4 و2، فاحنا لغينا لان السن ده طبعا بيبقى سنه كبر. فبقى عندنا الاهم ان هم الصغيرين قوي، فبدانا عندنا سن من اول سن 2015 لحد 2005. تبدا من 2015 وتنزل يعني ولد عنده 4-5 سنين يجي يشترك عادي، ما فيش مشكله في النادي. عندنا الحمد لله اعداد كبيره جدا، عندنا مدربين كويسين عندهم خبرات، مدربين شباب، فالحمد لله يعني السن من اول 2015 اللي بس الولد عنده 4 سنين. السنه فاتت كان 4 سنين صعب. السنه دي دخلناه، بدأنا من 2015 و14 و13 و12 و11 لحد 2005. بتبدا بقى فكره تعليم المهارات الاساسيه مع 2015 تحديدا، لسه عنده 4 سنين، بيبقى التعامل فيه نفسي وذهني وغذاء كمان، ده قصه كبيره اكيد بيختلف عن السن اللي هو مثلا عنده 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنه 12، بيختلف كل اعمار سنيه مختلفه. واحنا الحمد لله عندنا برضو لما جينا اختار المدربين اخترنا مثلا في السن ده لازم مدرب محترف وعارف بيتعامل معاهم ازاي. طبعا سن الاربع سنين والخمس سنين ده ما بيبقاش محتاج ان انت تعدي وتشوط على الجول بطريقه معينه وترقص ازاي، بيعلمه ازاي يمشي بالكوره، وبعد كده يبتدي تكنيك الشوط يبقى ازاي، لو جول ازاي يتعلم واحده واحده، ازاي ترمي، الحاجات دي كلها بيتعلمها. لما بيكبر بقى ومع الوقت بنعمل حاجه اسمها بنفصل المجموعه، بتلاقي الولد مع الوقت مستواه بيعلى، فيجي ويبقى عندي عدد، فالمدرب بيجي بنعمل خطه ان لازم نفصل الولاد المميزين عن الولاد اللي لسه بيتعلموا، بحيث ان اللي بيتعلم مساحه وقت يتعلم طاقه في نفس الوقت بالظبط، والمميز خلاص بقى عدى المرحله فيخش في تجري ليفل تاني بالظبط او ليفل تاني. ده شيء ممتع. الشغل في الاكاديميه ممتع. بص هو ده تكمله طبعا للكباتن الكبار اللي كانوا موجودين، كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن شوقي عبد الشافي وكابتن محمد رمضان، كل لما اول ما الاكاديميه بدات طبعا كل فتره بيجي لها رئيس اكاديميه او مدير فرع، فاحنا بنطور وبنكمل المسيره اللي هم عملوها. والحمد لله كابتن خالد طبعا زي ما قلت كابتن خالد بيبو يعني اسم كبير ونجم، انتوا جيل وعارف كويس، خلق جيل جديد الحمد لله، وهو كمان حتى يعني بيحاول يجيب الناس اللي هي مسؤوله اللي هم ليهم اسم اللي لعبوا في النادي صح، بحيث ان انت يعني النهارده مثلا الحمد لله لما انا جيت اسمي اتطرح في اهلي شيخ زايد اعداد مهوله الحمد لله. الولد الصغير لما بيجي يسمع اسم نجم كان في الفريق الاول وعمل بطولات افريقيه وخش النادي الاهلي، بيشوف الرموز اللي كانت في الفريق الاول اللي عملت بطولات، انت بالنسبه له بتبقى مثل اعلى. هو بنسبه كبيره بيبقى ولي امره هو عارف، والولي الامر عارف لكن الولد بيبقى صغير مش عارف، هو اما بيشوفني بيقولوا مثلا ده الكابتن امير عبد الحميد، فالولد يقعد يقول مثلا ايه، طب انا عايز اشوفه عايز اشوف لعبه. بس الكلام ده في 2015 انت عارف الولد الباقي بقى كله فين، الباقي كله طبعا الناس عارفه يعني انت دلوقتي احنا في قنوات الاهلي بتذيع لك ماتشات، انت لسه انا كنت مبطل قريب فالناس كانت بتتفرج، فالحمد لله انت ليك اسم طبعا وليك وضعك في النادي، والحمد لله يعني دي بحمد ربنا عليها، وده النادي الاهلي هو اللي عملنا وهو ده اللي ادانا اسامينا. الجيل الصغير دلوقتي اختلف عن زمان، ده دلوقتي بيمسكوا الموبايلات بيفتحوا اليوتيوب بالظبط بيدخل يعني انا في ولد مثلا عنده 6 سنين جالي قال لي كابتن انا شفت حضرتك، طب شفتني في شفتك وانت بتلعب فدخل طبعا على الميديا والسوشيال ميديا واهله بيعرفوه، فخلاص الولد بيبقى عارف. انا في ناس عندنا. انا في ناس يا محمد بيقول لي من يعني انا جالي ولي امر جول كيبر من كندا مصري عايش في كندا، لما جه
هو عايز يدخل اكاديميه فاكبر اكاديميه هو النادي الاهلي طبعا كاسم وككل حاجه. يمكن احنا كمان عايز اقول للناس حاجه, احنا مش بنوصلها الماديه كمان عايز اقول للناس حاجه, احنا مش بنوصلها الماديا, احنا اقل اكاديميه اشتراكها مادي. اقل اكاديميه اشتراكها في الاشتراك. في اكاديميات تانية بترفع السعر, لكن احنا بالنسبه لنا عندنا عدد كبير, احنا يهمنا ان احنا نعمل اجيال كويسه, ولاد كويسين يطلعوا للقطاع ويبقوا امتداد للفريق الاول, وده هدفنا. دايما دور مختلف بيبقى ليه هدف تارجت مختلف. فانت بيجي لك ناس, يعني جالي جول كيبر ولد كويس جدا كان عايش في كندا واهله عارفين طبعا, فلما اول ما نزلوا خلاص وكابتن امير موجود خلاص, في ولاد بقى بيلعبوا لعيب مثلا بيلعب في نص الملعب هو عايز نفسه يبقى زي كابتن امير, فبيجي لي كابتن امير ينفع احول جول كيبر وهو لعيب كويس فبوريك بس الولد بيبقى متاثر ازاي. كلها حراس مرمى. انا عندي حراس مرمى كويسين الحمد لله, وحتى كمان انا لما جبت مدربين حراس مرمى الحمد لله عندي كابتن مصطفى وكابتن سمير من المدربين الكويسين جدا اللي هم هيبقى لهم دور ان شاء الله في القطاع باذن الله. يا رب التوفيق لكم يا رب باذن الله. ودي كانت الميزه انك موجود معايا نتكلم بتفاصيل اكتر في موضوع الاكاديميات عشان الناس تبقى برضو متابعانا وعارفه ايه الجديد في موضوع النادي الاهلي والاكاديميات. فكل التوفيق لكم يا رب في هذه الجزئيه. ربنا يخليك. طيب انتقل بقى للبطوله الافريقيه والنتائج, وانا بكلمك تونس متقدمه على مدغشقر بهدف مقابل لا شيء احرزه فرجاني ساسي. تعليقك على تونس في البطولة, واضح ان هي كده ايه هتغير المنطق بمعنى صح. بص البطولات بقوا اتنين, يوسف المساكني الهدف التاني مساكني خلاص هما كده عدوا. في البطولات المجمعة بيبقى في حاجتين. اول حاجة بيبقى في حاجة اسمها الحصان الاسود زي ما بيقولوا, مدغشقر اعتقد ان هي كانت الحصان الاسود لحد بالزبط. النهاردة, ولكن طبعا هي كاسم لسه مش يعني ما خدتش بطولات قبل كده, أول مشاركة ليها انها توصل لأدوار, دي حاجة كويسة تحسب لهم طبعا, يركزوا بعد كده في اللي جاي. تونس اسم كبير طبعا وخدت بطولة أفريقيا دي قبل كده. والحاجة التانية أنا عايز أقولها إن الفرق اللي بتيجي بتتسحب كده واحدة واحدة. تونس قعدت تتعادل لحد ما صعدت الأدوار اللي بعد كده, صعدت تاني. ابتدت لما تدخل الطموح زاد. تمام, عندهم مدرب كويس, ولكن انا كنت في اعتراض على موضوع علي معلول. مدرب علي معلول نجم كبير وراجل بيشارك بصفه اساسيه مع النادي الاهلي وليه اسم وتاريخ وموجود وراجل اساسي طبعا. ما ينفعش انت تتعاند مع لعيب نجم كبير. انا ما اعرفش الاحداث, بس انا اللي انا عرفت بعد كده ان هو في ماتش كرواتيا في تفاصيل معينه ما بداش الماتش وحاجات كده, ولكن ايا كان هو لازم تحترم, ده نجم كبير ولازم تحترم, وعلي من الشخصيات المحترمه جدا اكيد مش هيرد على الكلام وخبره. ف نرجع لموضوعنا, المدرب واضح ان هو عنده خبرات كويسه, عرف ازاي يديهم طموح اكبر وعرف يتكلم في البطوله هو الهدف الاكبر. فانت المكسب بيجيب مكسب والطموح بيزيد, لان يعني انت كنت واحد بعيد شويه بتتعادل بالعافيه. تمام, انك انت تكسب غانا وتصعد, دي كانت ضربه البدايه لتونس. بس ما خلاص انت دلوقتي الطموح زاد, لما تيجي تلعب تونس تلعب غانا وغانا اسم كبير وتكسب خلاص انت كده بقى هدفك اكبر. النهارده بتلعب مدغشقر, ممكن تونس الفرق القويه اللي قابلتها شويه هي غانا, انك انت تكسب غانا وتصعد خلاص انت الطموح بقى خلاص انا مش شايف غير كاس افريقيا. والحاجه الثالثه ان انت حد من البدايه باين هو عايز ايه, زي مثلا السنغال, زي الجزائر, نيجيريا. لكن انا بتكلم على ان البطوله هياخدها حد تونس طبعا مع تمنياتنا التوفيق لتونس, ولكن في الفرق الاربعه لو هي اقرب للوصول مع السنغال ونيجيريا والجزائر هي الاقل حظوظا. اقل حظوظا. انا شايف ان الجزائر طبعا ببارك لهم طبعا وببارك للشعب الجزائري, وتونس ان شاء الله يكسب ان شاء الله باذن الله يعدي. شايف ان البطوله صعبه واتمنى ان هي تطلع تونس او الجزائر ياخدوا البطوله, لكن الامور تبقى صعبه. يعني بالشكل الطريق اللي ماشيين بيه تونس ان شاء الله تتاهل تلعب السنغال, الجزائر ان شاء الله هتلاعب نيجيريا, فيبقى نهايه عرض تونس والسنغال ماتش صعب جدا جدا جدا, وانا شايف ان الامكانيات في السنغال اقوى, الطموح اقوى. لكن انا ليا اصحابي مراسلين موجودين بيكلموني ان السنغال ما بيهزروش, مركزين جدا, حتى قاعدين في اوتيل عادي جدا اقل من العادي, يعني هم طلبوا ان هم يقعدوا في اوتيل اقل من العادي. تمام, ما راحوش للسيفن ستارز او لا لا لا, يعني انا حتى هم عايزين يبقوا جنب النادي جنب الملعب, وفي اوتيل كويس جنب الاستاد يعني نقدر نقول كويس, لكن هم لا ده لازق في الاستاد جوه الاستاد. طلبوا في واحد تاني يعني ايه اقل منه ليفل عشان يبقى بعيد خالص عن الدنيا التمرين وهكذا.
التركيز غير طبيعي، هدفهم كبير، ساديو ماني نجم كبير، فهو اعتقد ان هو برضه له طموح ان هو ياخد جايزه، فرقته فرقه قويه ياخد البطوله. عمل حاله في مصر ساديو ماني طبعا، هو طبعا لعيب جامد ولعيب مميز، ولكن طبعا احنا حته الحاله اللي عاملها عشان طبعا وجود محمد صلاح معاه في ليفربول، ونفس الموضوع في السنغال، صلاح برضه عامل حاله مع ساديو ماني، الناس حابين صلاح عشان هم اصحاب وهكذا. كان نفسنا طبعا منتخب مصر ان هو يكمل لاسباب كتيره جدا جدا جدا، احنا بتتكلم في اسم مصر اسم كبير، بتتكلم في امكانيات لعيبه المفروض ان هي كبيره، بتتكلم في تنظيم غير طبيعي، بتتكلم في يعني العالم كله انبهر بالافتتاح، عندك جمهور عظيم. طبعا كانت صدمه بالنسبه لنا خروج المنتخب، ولكن ان شاء الله يبقى. انا من وجهه نظري يا كابتن امير، مصر نجحت في التنظيم لكن اللي فشل هو المنتخب طبعا فنيا طبعا. يعني مهم جدا نفصل في الجزئيه دي، لان بصراحه يعني على المستوى الجماهيري وعلى مستوى تنظيم البطوله، مصر قدمت بطوله للقاره الافريقيه الكل بيتكلم وكانها بطوله عالميه، بطولة هو ده اللي عملوه، ده افتتاح كاس عالم بالظبط. انت لو شفت امكانيات الاستادات غير طبيعي، انا كان انا كنت موجود مع محمد فضل قريب من فتره كده، كنا بنلعب ماتش ودي مع منتخب افريقيا اول امبارح، مع اول امبارح الافارقه، لا نجوم نجوم، لا نجوم الكره الافريقيه امام الاعلام، لا 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 نجوم مصر، نجوم مصر، نجوم مصر ضد نجوم افريقيا. يعني مثلا كان معانا كابتن حازم امام، محمد فضل، كابتن خالد بيبي، وائل رياض، محمد شوقي، ناس، كابتن عبد الظاهر السقا، كابتن عبد الستار صبري، ومعانا كابتن شوقي غريب مدير فني، كان هو المدير الفني. وعندك بتلعب بالناحيه الثانيه الحاج ضيوف، كانوا وخليل فديجه ومبومه ودانيال اموكاشي، بتكلم في اسماء كبيره. الصحفيين كانوا في ملعب ثاني، نفس الفكره في ملعب تاني. أيوة، هو الموضوع ان انت يعني بتعمل حاله كويسه. فضل الحمد يعني بصراحه عامل مجهود كبير جدا، وكل المجموعه اللي موجوده. مين كسب؟ كسبنا احنا طبعا. ايوه كده اكيد، انا عوض خساره المنتخب. ايوه كنت انا مدرب حراس مرمى للمنتخب، كابتن نادر السيد وقف، وانا كنت لان انا ما لعبتش. ليه بقى؟ خليل فديجه وطبعا انطوان بيل، او بيل انطوان، كان طبعا اسم كبير طبعا، خدوا مني الجزم والجوانتيات، فما بقتش معايا حاجه، فخلاص بقى قلت مش مشكله يلعب. هو ناس محترمه ونجوم كبيره فعلا. فاللي انا عايز اقوله الافتتاح، انت بتتكلم افتتاح كاس عالم ولسه في مفاجآت، وان شاء الله النهائي هيبقى حاجه عظيمه في خلال 8 9 دقائق بس، ان شاء الله حاجه عظيمه. يمكن فضل على طول اتصال معانا، وبشكره طبعا، بشكر كل الناس. الحمد لله ان احنا نجحنا اداريا، نجحنا في تنظيميا. كان نفسنا نكمل بقى الحته دي، لان انت عندك الجمهور مهم جدا، وان انت بطوله على ارضك. يمكن احنا كمان التركيز بتاع المنتخب الوطني في اخر بطوله لما وصلنا النهائي ضد الكاميرون في الجابون، كان تركيز عالي غير طبيعي. اما المره دي مش عارف، يعني انا حسيت ان اللعيبه، يعني يمكن انا رحت المنتخب او الماتش جنوب افريقيا، وقعدت يعني كنت مع اللعيبه، رحت معاهم، رحت لهم وقابلت بعض اللعيبه، واللعيبه نجوم كبار. النجوم ايه اللي لاحظته؟ لاحظت ان هم مشدودين، يعني حتى قلت لهم انتوا ليه مشدودين؟ خايف مضغوطين ليه؟ اما اتكلموا ان هم مضغوطين اعلاميا، في مشاحنات جماهيريه، بعض اللعيبه بتحس ان هي بتادي لكن ما بتاخدش حقها، في تنشنه، في حاجات، في ده دور الجهاز الفني، في قرارات كانت لازم القرارات دي تكون حاسمه. يعني قرارات حاسمه لا راجع فيها، الحاجات دي بتفرق. ما خسرناش كوره، لا ما خسرناش كوره، لان انا شايف الاجواء جوه المنتخب. يعني انا بالنسبه للناس بتقول لك احنا المستوى الفني وبتاع، ما تونس ما بتلعبش كويس بس بتصعب بالظبط. ده اللي انا عايز اقوله. يعني وفي نقطه كمان، ولسه هنتكلم عن ماتش الجزائر، بس الشيء بالشيء يذكر، النهارده الجزائر مع كوت ديفوار حصلت مشاكل فنيه اثناء المباراه، واصابه لاهم لاعب عندها يوسف عطال، اربكت حسابات جمال بالماضي. تمام، لكن الحاله الفنيه، الحاله المعنويه والفنيه والنفسيه كله مرتبط. بغداد بنجاع من ساعه ما ضيع ركله الجزاء في اول الشوط الثاني وهو عمال يعيط، حتى بعد ما استبدل من جمال بالماضي، وفي ركلات الجزاء اللعيبه بتعيط، المدير الفني بيعيط، عايزين يكسبوا. ده هنا بقى فكره التحدي او الروح المعنويه عشان يسعدوا جمهورهم، يسعدوا شعبهم. تمام، دي الفكره او دي الجزئيه اللي كانت ناقصه لعيبتنا. وفي قرارات اداريه تربويه حصلت بالظبط، وخدوا قرارات فيها ما حدش راجع فيها. فانا شايف ان هي مكمله، عندهم مدير فني وطني عارف يعني ايه قيمه التيشيرت اللي هو لابسه. الجزائر خد بالك بعد كاس، لو تفتكر يا محمد، بعد كاس العالم البرازيل، كانت في البرازيل اخر كاس عالم كانت لعبت، لان كانت موجوده في روسيا، كانوا غير طبيعيين. ده اخر جيل كان في الجزائر، وعمل الجيل ده بقى بعديه على طول بالزبط. ما صعدوش بطوله افريقيا لو تاخد بالك بالظبط. وكانوا، وانا فاكر الماتش اللي كانوا بيلعبوا تقريبا اثيوبيا او بيلعبوا حد على ارضهم في الجزائر، اتعادلوا اعتقد او خسروا، لا خسروا، خرجوا من البطوله. خرجوا. مش عايز اقول لك بقى، الجمهور
هم اعتذروا للجمهور والجمهور ساندهم. ابتدى بقى يجي لهم مدرب وطني، ابتدى اللعيبه بقى تعرف قيمه البلد وقيمه التيشيرت اللي هم لابسينه. في عوامل بتنجح وفي عوامل ما بتنجحش. فانا شايف ان الجزائر اتحط على الطريق الصح بعد كاس العالم والاخفاق اللي حصل ده ورجعوا تاني. ان شاء الله مصر باذن الله. طبعا هو بالنسبه لنا اخفاق كبير، لان يعني مش عايز اقول اعذر اللعيبه، لان انا اللعيبه جزء من المسؤوليه. جزء من المسؤوليه بالظبط. ولكن اللعيبه طبعا مش طموحها ده، واكيد كل واحد عايز يخدم بلده، وكل واحد عايز يعني يحافظ على اسمه ويحافظ على اسم بلده ويوصل للنهائي وياخد بطوله. طبيعي بس محتاجين جنبهم ناس تعرفهم قيمه تيشيرت منتخب مصر وقيمه انك بتلعب باسم مصر، وساعتها هتلاقي اللعيبه موجوده. بص يا محمد، انا حسيت ان في بعد بين مفيش ترابط سواء حاجه اداريه فنيه مع لعيبه اعلاميه. حسيت ان يعني اللعيبه في حته بعيده خالص عن اي جو. مفيش قائد في المنتخب. انا ممكن طبعا مش هقول مفيش قائد، مش هقول مفيش قائد. انت عندك، بس انت خلي بالك انت عندك نجوم كبيره، كل واحد قائد لنفسه اصلا. يا كابتن امير، انت طبعا نجم وعارف، وكنت في الاهلي وكان في لعيبه كبار. طبعا انا معاك ضمنهم، بس فكره قائد مش قائد من ناحيه فنيه. لا لا لا، في قائد في المنتخب يقدر يلم الفرقه. يعني في النادي الاهلي ممكن تبقى انت بتلعب مباراه وخسران، بس هو في نفس الوقت وانت داخل معسكر اللعيبه بتتجمع، تقعد تروح تصلي الفجر، تقعد تقرا قران بالليل. فاكر انت الحاجات دي؟ طبعا. اصل الحاجات دي الملعب والفرقه مش كوره بس. طبعا يعني يا ريت تشرح لنا ده، هي مش كوره بس ومش مدرب بيقول خطه، لا في حاجات تانية بتكمل ده. ده كان ناقص في المنتخب، الجزء السلوكي او الجزء اللي هو الاحساس بالمسؤوليه، او جزء فيه واحد كبير جوه المنتخب، مش نجم كبير في اسم فرقه كبيره. لا لا لا، الفكره واحد عنده كاريزما اللعيبه بتهتم بيه وتلتف حواليه. ليدر يعني. ليدر بمعنى صح. انت لو خدت بالك محمد صلاح ليدر، مفروض حجازي مفروض ليدر، منني هنتكلم على محمدي، وليد سليمان، في ناس كتير جدا كاريزما. ولكن انا زي ما قلت لحضرتك ان يعني وقعدوا مع بعض بيقعدوا مع اللعيبه. انا السنه شفت وعارف وحضرت، خد بالك انا من سنتين ثلاثه كنت مع الجيل ده بالظبط. فاحساسي ان اللعيبه مضغوطين، احساسي ان اللعيبه في فرق شاسع قوي بين الاعلام وبينهم، فرق شاسع بين فاصلين العالم كله عنهم. دي حاجات سلبيه وايجابيه في نفس اللحظه. سلبيه ان انت قافل عليهم قفله ضغطهم، وما بيبانش ليهم غير الحاجات السلبيه زي ضغط اعلامي، جمهور. بتلاقي الاعلام يعني، انا يعني السوشيال ميديا، في ناس بتدخل على السوشيال ميديا، ناس بتتبع في قرارات حصلت بترجع فيها، طب هنعمل ايه؟ شغلنا بالنا بحاجات كتيره غير التركيز في الكوره بالظبط. ولكن انا متفائل ان شاء الله ان المنتخب يعني ليه كبوه، وبس كان نفسنا يعني ايه تحصل بعدين. اللي صعبان علينا مش في الوقت ده، مش الوقت ده، ومش البطوله احنا مقدمينها بالشكل ده، مش على ارضنا، ومش امكانياتنا، ومش الجمهور العظيم اللي موجود. انت عامل يعني طبيعي لو احنا مركزين او الامور ماشيه كويس في توفيق، طبيعي ان انت توصل للنهائي بالجمهور ده، بالافتتاح ده، بالتنظيم ده. بقى لنا كتير جدا يعني ما نظمناش من 2006، ما نظمناش على ارضنا. عايزين نرجع للاجواء دي تاني. الاجواء كويسه جدا امنيا الحمد لله، بتتكلم في السياحه، الناس مبسوطه جدا النهارده، نجوم العالم بيقول لك مش في السياحه، يعني كل حاجه كويسه ما عدا هو توفيق المنتخب او الدور اللي كان لازم اللعيبه او الجهاز او المسؤولين لازم يكونوا قايمين بدور فيه صح، بحيث نكمل الحاجات دي كويسه كويس ونوصل للنهائي. وده كان هدفنا. الناس جالها احباط غير طبيعي طبعاً. انا واحد من الناس يعني مش هتكلم فنيا على حد وبتاع، بس انا يعني فنيا النهارده انت فاضل خمس دقائق على الماتش، وانت عندك اكسترا تايم، المفروض ان انت عندك نص ساعه تانية. ما ينفعش فنيا اطلع ناس في نص الملعب حتى لو هم مش قادرين يجروا، او حتى ان هم مش موفقين. لازم التجول بعديه كمان فيها هجمتين ثلاثه من نص الملعب. ده يعني اول ما لقيت عبد الله السعيد خرج ولقيت النني خرج قلت بس فاضل خمس دقائق. يعني حتى كان معايا ابن اختي كان بيتفرج معايا، قلت له خلاص في جول داخل معروفه. انت النهارده لازم تبص لقدام، انت عايز تكسب ليه دلوقتي؟ انت فاضل خمس دقائق ما تضمنش اللي هيحصل ايه. طيب اعمل ده بعدين او انت خسران. يمكن مستر مانويل جوزيه كان بيعمل بالتغييرات ايه بقى، خمسه سته مهاجمين بس امتى؟ مستر مانويل في مره خلى وائل الجمعه فرود، يعني انت كنت بتلعب، كان بيعملها في اطار يجيب حد من نص ملعب يرجعه ورا. لاعب الزيات كتير جدا فرود، لاعب احمد السيد فرود، لاعب احمد السيد لدرجه ان في موقف احمد السيد المفروض ان هو يعني بيمسك المهاجم لما طلعه قدام خلاص، هو المفروض مهاجم، المهاجم رجع معاه هو لا هو واقف وراه بغطي الاوفسايد، يعني هو في الاوفسايد
العكس الملعب اتعكس معاه فهو طبعا اسطوره وعبقري. قال له يا ابني انا حاطك قدام فيرويد يعني كان عمره ما يخطئ الخطا ده. تمام. انا لو مدرب يعني انا ماسك عمري ما اخطئ الخطا ده. عمري ما فاضل خمس دقايق لازم احافظ اعمل ده لو انا خسران فاضل 3 4 5 دقايق اعمل ده خلاص خلاص بقى تغيير. انت الناس في اوروبا بتشوف الجوال بيبقى مخسرين او متعادلين عايزين يكسبوا الجول كيبر بيتهدم بس امتى اخر دقيقه. بمناسبه الجول كيبر وانت زرت المعسكر الشناوي بقى يعني النقطه الايجابيه الوحيده في مباريات المنتخب وفي المنتخب اللي طلعنا بيها مستوى الشناوي وده مستواه عشان بس الناس ممكن تقول لك هو ليه بينطلق في المنتخب مش مع الاهلي ده مستوى الشناوي وقت ما بتلاقيه في مرحله صعبه او جد هتلاقيه موجود. وانت في المعسكر بقى كابتن امير وشفت الشناوي او قعدت معاه الحاله كانت ايه بالنسبه للشناوي؟ انا حسيت ان الشناوي في حته والمنتخب كله في حته تانية. بص انا قلت لك مهم جدا التركيز. يمكن انا عايز اقول برضو طارق حامد كان برضو ليه دور صراحه. تريزيجيه كان ليه دور. بعض الناس بيحاول بس دول اللي هم شايف ان هم كانوا مميزين. لكن احنا هنبص للشناوي. الشناوي طبعا هو اللي كان مميز اكتر. الشناوي كنت على اتصال بيه دايما وبعت له مسجات مركز تركيز غير طبيعي. يمكن انا اخر مره كنت موجود قابلته اتكلمت معاه واتكلمت مع كابتن احمد ناجي قعد معايا ساعتين ثلاثه. قال لي لا ده في حاجه تانية خالص وتركيز غير طبيعي وراجل عنده شخصيه ما بيخافش بالظبط. تاني حاجه من بلده وعايز ياخد احسن حارس في البطوله. وفي ماتش على فكره في ماتش كان مان اوف ذا ماتش المفروض كان هياخده محمد الشناوي. المباراه اللي كانت اعتقد الثالثه مباراه اوغندا. كان هياخد احسن لاعب في المباراه ولكن هو اداله محمدي عشان لقوا ان حسوا ان محمد الشناوي بيقع مره ومرتين. لكن هو طبيعي هو مركز جدا. عارف يعني ايه اسم منتخب مصر. تاني حاجه الناس انت حاجه بتقول ان الناس بتقول ان هو بيلعب مع منتخب حاجه ولا لا. بالعكس الشناوي مميز جدا. بقول لك الناس بتربطها رابطه غريبه جدا. بالعكس ما هو هتلاقي الناس اللي هي مش بتشجع الاهلي هتلاقي الكلام ده هتلاقي كتير جدا. هتلاقي الاعلاميين مش اهلاويين هتلاقي يقول الكلام ده بيغزوا الكلام ده اكتر بالظبط. لكن الشناوي انا عاجبني تركيزه جدا جدا عاجبني يعني. انا كنت دايما اقول الشناوي انا عايزك تركز 90 دقيقه في بعض وده طبيعي ان انت ممكن ساعات بتشت شويه لكن هو انا قلت له 90 دقيقه هو من اول ثانيه لاخر ثانيه مركز. طموحه بيزيد لان ما بيدخلش فيها جوال النهارده بكسب وماشي كويس الماتش الجاي ما يدخلش فيها جوال ثانيه التحدي بيزيد التحدي بيزيد تركيزه بشكل كويس تركيزه بيزيد اكتر. تمام خلاص هو خد البطوله زي كاس العالم. فاللي انا عايز اقوله ان هو طبعا يستحق ان هو وكان نفسنا احنا لو كنا كملنا كان في انجازات كتيره هتحصل جوائز فرديه على ان انت تصعد نهائي الكاس تاخد البطوله في حاجات كتيره جدا كنا مستنيينها. صلاح لو كنا كسبنا ان شاء الله كان مرشح للكره الذهبيه وهكذا طبعاً. فهي اسمك بيزيد في اوروبا مكاسب يعني كتيرة. مكاسب كتيره ولكن قدر الله ما شاء الله ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن بكتير. طيب بزينا. المدرب اللي ممكن الفتره القادمه نختاره كمدير فني للمنتخب هل الفكره وطني ولا اجنبي ولا احنا الاول نشوف المشروع اللي احنا محتاجينه عشان نبني منتخب صح؟ لان دايما بلاحظ ان الناس كلها بتتكلم وطني ولا اجنبي اجنبي ولا وطني. الكلام ده من ايام كابتن الجوهر الله يرحمه ومن قبليه كمان الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه. لكن هي الفكره دلوقتي الاتحادات لما بتختار مدربين بتختار حسب المشروع اللي عايزه تعمله ايه الطريقه او ايه الشكل اللي عايز يطلع بيه بالمنتخب لكام سنه قدام. بص يا محمد انا عندي مثل دايما بقوله الحنفيه والماسوره. بمعنى ما ينفعش ان انا النهارده اصلح الحنفيه واسيب الماسوره بايظه. لازم اصلح الماسوره كويس وبعد كده ابص للحنفيه. يعني لازم اشوف الاساس الاول. يعني ما ينفعش النهارده اقول مثلا اجيب مدرب مين ومش عارف ايه او لعيبه مين ويبقى اسمي انا كده سايب حاجات موجوده الاساس الاساسيات لازم اصلح في الاساسيات بالظبط. لازم اشوف الانسب لمين اللي هو يكون موجود في اتحاد الكوره اشوف الانسب اللي هينظم المنظومه الرياضيه في مصر. لازم هو كله على بعضه باكج. ان انا النهارده لازم اشوف الناس بتحب البلد ناس مش باصه لحاجه معينه. بعد كده لما اجي امور في الحته الاداريه هعرف اختار مدير فني محترم سواء كان مصري او اجنبي. هبتدي ارتقي بالفكر هبتدي اجيب لعيبه مميزه ابتدي ادخل اللعيبه الصح في المنتخب. يمكن انا برضو ما كانش عاجبني اختيارات اللعيبه في المنتخب الصراحه ده كان الاساس طبعا ده في اربع خمس ست لعيبه مهمين. انت لحد اخر لحظه انت مش عارف مثلا محمود علاء هيروح ولا مش هيروح صح. يعني محمود علاء كان لازم يروح قبل كده من المعسكرات قبل كده. انت جاي قبل كاس امم مع الضغط الجماهيري هوبا لاعب ودخل المعسكر. وليد سليمان كان لازم يروح قبل كده راح في اخر معسكر
لعيبه كتير، في لعيبه موجوده زي رمضان صبحي، زي عبد الله جمعه، زي ناس كتير يعني يعني في مجموعه كتازة موجوده في المنتخب. تمام، مش عايز انسى اسماء. هو ده انا بتكلم فيه، ان انت تاسس اداره تمام، مفيش مصالح شخصيه، بعد كده تدخل على اختيارات تكون صح في الجهاز الفني، ابتدي اختار كويس قوي في اللعيبه اللي موجوده قبل كل الكلام دوت، اشوف المنظومه الرياضيه في مصر ماشيه ازاي، لازم ده الاساس بتاعي بالنسبه لي عشان ارتقي بالمنتخب وارجع تاني أكيد للطريق الصح. يا رب باذن الله. يا كابتن امير انا بشكرك، شكرا جزيلا على الحلقه، وان شاء الله محتاجين بقى اوقات اكتر نقعد مع بعض ونتكلم في الكوره، انك بالتاكيد فرصه ان نتكلم معاك في الكوره، ونشوف بقى الاكاديميات الفتره الجايه ان شاء الله، نطلع بقى مين سين صاد، نشوف بقى اسامي كبيره ان شاء الله في الكوره المصريه الفتره الجايه ان شاء الله. محمد ميرسي جدا انا معاك النهارده، ويعني احنا نعرف عشره عمر بين، انت عارف حبيبي، وانا سعيد ان انا معاك النهارده، وسعيد ان انا في بيتي في قناه النادي الاهلي، وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا كابتن امير. حلقه كانت مهمه جدا، وعلى المستوى الشخصي طبعا بالتاكيد مبسوط ان انا موجود مع كابتن امير عبد الحميد، ده حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومدير فرع النادي الاهلي باكاديميه الشيخ زايد. كل التوفيق يا رب لاكاديميات النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، منتخبنا الوطني والبطوله الافريقيه اللي داخل خلاص في مرحله الجد، مرحله السيمي فاينال والفاينال، وان شاء الله البطوله تنجح بشكل كبير جدا خلال الايام القليله القادمه. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله، والى اللقاء.